يلا تمام دكتور، شو اليوم بدنا نعمل باللاب؟ رح نحل لاب 7 اليوم ان شاء الله. كوبي كونستركتور وذيس بوينت تايب. اوكي، نفتح شيء عندنا على اللابتوب ولا لا؟ يفضل انك تفتح الباث تو كود لانه رح نحل مع بعض ان شاء الله. رح اعطيكم مجال انكم تحلوا يعني اول باول. اوكي تمام، حتى اذا كان في عندك اخطاء على طول احكي ايش فيه. طيب تمام، رح نبلش بإذن الله. هلا قبل ما نبلش باللاب بس بس عندي سؤال. تفضل. بقدر اني انا افتح الباث تو كود على اللابتوب واتبع من التليفون زي ما بدك، المهم انك تكون جاهز. طبعا ممكن تسمع على التليفون وتطبق على الباث تو كود، ما في مشكله. بالضبط، المهم بس انك تشوف الشاشه عشان تقدر تشوف الحل الكتابه. اللايف راح يتسجل ولا كيف؟ ان شاء الله هي التسجيل. تفضل. طيب انا فتحت الباب. تمام، جاهزين نبلش؟ طيب بالبدايه يلا بالبدايه قبل ما نبلش باللاب فعليا، عشان قبل ما نبلش نحل خلينا نفهم كم كونسبت هامين بخصوص اللاب اليوم قبل ما نبلش باللاب فعليا. هلا زي ما شفتوا اول ما بلشنا بالكلاسز اخذنا فانكشن السيت وفانكشن الجيت، ما كنا بنعرف لا كونستراكتور ولا ديستراكتور ولا كنا نعملهم، وكانت الامور تمشي معنا تمام. بعدين بس بلشنا باللاب اللي وراه وصلنا ناخذ الكونستراكتور والديستراكتور، اكتشفنا انه كاين سي بلس بلس بالاساس حتى لو احنا ما كنا عاملين الكونستراكتور والديستراكتور يعملهم هو لحاله، صح ولا مش صح؟ هلا كان يعملنا اياهم ديفولت كونستراكتور، يعني كان بدون بارامترز ما له اي فاليوز، بس على اساس انه لازم يتم استدعاء كونستراكتور في كل مره انت بتعمل فيها اوبجكت من تايب كلاس. هلا بعدين احنا صرنا نعمل كونستراكتور خاص فينا نحط فيه الداتا زي ما بدنا، مره نعمله بارامترايز، مره نعمله بديفولت بارامتر، مره نعمله كله ديفولت كونستراكتور. هاي كلياتها الاشياء صارت بالنسبه لنا يعني معروفه. رح نتعرف اليوم على تايب جديد برضه من الكونستراكتورز، هذا اسمه كوبي كونستراكتور، بس هو مش يعني عام جدا، هو خاص فعليا بكم حاله معينه احنا بنستدعي فيهم. هلا هم فعليا ثلاث حالات رح نحكيهم حكي بس. مين اعمل ميوت لحالك؟ عفوا دكتور، في طالب اسمه امين بس كان يعمل انا ميوت، تفضلي كملي بس. تمام. طيب هلا فعليا هذا الكوبي كونستراكتور هو كونستراكتور حاله خاصه شوي، يتم استدعائه في ثلاث حالات معنا فعليا، رح نحكيهم حكي بس رح كل مره نشوف فيها هاي الحاله احكي لكم عنها. هسا فعليا مرقوا معنا هم الثلاث حالات بس ما كنا نتطرق انه هو بيتم استدعاء كونستراكتور اخر غير الكونستراكتور العادي. الكوبي كونستراكتور بمفهوم مختصر يتم استدعائه في حال انك كان في عندك ايكواليتي بتوين تو اوبجكتس، يعني عندك value لأوبجكت معين بدك تنقل هاي الفاليو لأوبجكت ثاني، يتم استدعاء copy constructor وليس constructor خاص. هلا احنا قبل ما كنا نبني كان يتم استدعاء copy constructor برضه كانت تعمله C++ جاهز بالكومبايلر كان يطرح لنا اياه، بس الفكرة في هذا الكونستركتور اللي كان يطرح لنا اياه الكومبايلر انه بيتم في عملية shallow copying، يعني بمفهوم ادق خلينا نحكي يعني بس بياخذ البيانات بدون ما يهمه شو اللي قاعد بيعمله. هسا ايش بالضبط فكره الشالو كوبينج؟ زي ما انتم شايفين هون معنا مثلا از اكزامبل، مثلا احنا هسا قاعدين نحكي عن بوينترز. الشالو كوبينج يعني حتى لو كان في عندك داتا عاديه جوا الاوبجكت كمان يتم نسخها برضه عن طريق الشالو كوبي، هذا في حال انك انت عملت اعتمدت على الكوبي كونستراكتور الخاص بالسي بلس بلس. هلا بالشالو كوبينج لنفرض از اكزامبل مثلا معنا تو بوينترز، احنا هذول التو بوينتر واحد منهم بس عملنا في دايناميك اري زي ما انتم شايفين، حجزنا والله بالدايناميك اري هاي خمس مواقع واعطيناها قيم زي ما هون موجود معكم بالفيجر، انه مثلا والله البوينتر 1 في ادرس للدايناميك اري، هاي الدايناميك اري مثلا فيها خمس مواقع زي ما انتم شايفين هون. اجيت مثلا بطريقة أو بأخرى حبيت إني بدل ما إني أعطي قيم لـ B2 أحط فيه قيم B1، فعملت equality between B1 و B2. اللي صار فعلياً لما بمفهوم الشالو كوبي إنه شو اللي بيصير عندي؟ بياخذ الأدرس اللي موجود في B1 وبحطه في B2، هذا يعني هيك بس ما بيهمه شو بعمل بعدين، مع إنها هاي الحركة فعلياً ممكن إنها تأثر علي.
هسه كمان شوي راح نشوف كيف ممكن هتأثر علي. هلا اللي بصير انه دكتورة تفضل بعد اذنك، هلا هدول اللي انت قصدك على الاندكس ولا على الفاليوز اللي جوا الاري؟ لا انا بحكي على هسه بي بي 1 هو فعليا الشيء اللي موجود فيه ادرس صح؟ اوكي تمام. هلا الادرس هذا من بي 1 بيروح نفسه بيروح على بي 2، يعني هذول الاثنين فيهم نفس الادرس مش الفاليوز هاي، يعني هم الاثنين بيأشروا على نفس المكان صاروا خلينا نحكي. أوكي. تمام. طيب هلا شو اللي بيصير عندنا لو فرضنا انه هسه احنا كنا بنعرف انه في حال انه كان عندك 2 بوينترز بيأشروا على نفس المكان، اللي بيصير عندك انه الاثنين بيقدروا يعملوا اي عمليه على الادرس اللي هم بيأشروا عليه. فرضنا انه مثلا بستب زي ما انت شايفين بستب 3 اجى بي 2 وحكى انه انا ما بدي الادرس اللي موجود فيه، فما بدي أأشر على دايناميك أري، راح عمل ديليت للدايناميك أري كاملة. بس هو فعلياً هذا الأدرس موجود برضو في بي 1، فبرضو بي 1 مع أنه ما كان بده يتأثر اتأثر بالعملية اللي عملها بي 2 تلقائياً. فعشان هيك مفهوم الشالو كوبيينج في حال أنه كان عندك بالكلاس تبعتك بوينتر ما بيزبط معنا. احنا اليوم بحاجه انه نعمل كوبي كونستراكتور خاص فينا، هذا الكوبي كونستراكتور يدعم فكره انه يكون عندنا ديب كوبي وليس شالو كوبي. شو يعني ديب كوبي؟ زي ما انتم شايفين بالاكزامبل اللي معنا هون، بالديب كوبي بحكي لك انا مثلا بوينتر وانت بوينتر، بدك تعمل مني كوبي، ما بسمح لك تعمل كوبي للادرس اللي موجود معي، انا بسمح لك تعمل كوبي للفاليوز اللي عندي. كيف يعني؟ يعني أنا بحجز دايناميك لوكيشن خاص فيه، دايناميك أري خاصة فيه بنفس السايز اللي موجود عندك، بأخذ منك بس الفاليو اللي عندك بس ما إلي دخل بالأدرس تبعك. فشو اللي بيصفي معي؟ لو مثلاً أنت عملت ديليت أنا ما بتأثر فيك لأنه فعلياً أنا أخذت منك القيم بس الأدرس تبعك ما قربت عليه، وهيك كمان أنت بتكون حر حالك. زي ما أنتوا شايفين هون فكرة الديب كوبي تتمحور بفعلياً هذول الجملتين، أنا حجزت إلي سبيس خاص فيه، دايناميك اري خاصه فيه بنفس السايز في بي 2، بدل ما اني اخذ منك الادرس اللي موجود فيك اخذت منك بس القيم بهاي الجمله. تمام. ففعليا اللي صار معنا التو بوينترز زي ما انتم شايفين كل واحد منهم له دايناميك اري خاصه فيه. لو فرضنا انه بي 1 حب انه يعمل ديليت، بي 2 ما راح يتاثر ابدا. اوكي. طيب هلا هاي رح نوضحها طبعا اكثر بالشرح، بس انه هي كمفهوم عام بس حابه انكم تعرفوه قبل ما نبلش بالحكي. هسا بالضبط الكوبي كونستراكتور تفضل. يعني اذا عملت كوبي بشكل طبيعي الكوبي كونستراكتور العادي الشالو يعني راح ينسخ نفس البوينتر. بالضبط الادرس اللي بيأشر عليه البوينتر هذا. تمام. تمام. يعني بصير زي كاني انا معرف ستاتيك يعني. هلا شو الفكره؟ احنا ما هسه هو اذا كان مثلا فاليوز عاديه عندك ما عندك مشكله، انت لك نسختك وانا لي نسختي، بس في حال انه كان عندك بوينتر الشالو كوبي بتعمل لك مصيبه، لانه اي واحد منهم بيقدر يعمل اي عمليه على هذا الادرس. تمام. فبيقدر انه يخسرك اياه بكل بساطه. تمام. اوكي. طيب هلا الكوبي كونستراكتور زي ما حكينا بالبدايه انه هو يتم استدعائه في 3 حالات خاصه. أول واحدة لما يكون في عندك object equal object ثاني، مثلاً والله أنا عرفت بالmain two objects، واحد أعطيته قيم للprivate member أو للmembers بشكل عام اللي فيه، وعملت object جديد ما حبيت إني أعطيه قيم جديدة، بدي أعطيه نفس القيم للobject اللي عملته أنا بالأول، ففعلياً الassignment هاي بيتم استدعاء الcopy constructor فيها. هاي أول حالة. هلا الحالة الثانية إذا متذكرين كان في عندنا functions تاخذ منها as a parameter object، كان في عندنا مثلا الفورمال بارامتر الها يكون object ومرسل by value وليس by reference. هلا فعليا اللي بيصير لما انت بتعمل call لهذا الobject بيروح عندك الactual الactual object بتنحط قيمته بالformal object بارامتر. ففعليا برضه هاي عمليه كوبينج، عشان هيك احنا بحاجه نستدعي فيها الكوبي كونستراكتور. برضه راح نوضح لكم اياها بالشرح اكثر، يمكن هيك مش كثير مفهوم الإشي. هلا في حاله ثالثه كمان برضه احنا تطرقنا لها وعملناها اكثر من مره خلال اللابات، اذا متذكرين كان في يكون عندنا مثلا اوبجكت بيرجع لك فانكشن بيرجع لك اوبجكت. تمام. هلا هذا الاوبجكت وين بده يروح فعليا؟ محل ما انت عملت كول لهذا الفانكشن، بيكون احنا معرفين اوبجكت ثاني
والأوبجكت هذا يتم تخزينه في الأوبجكت اللي أنت أنشأته. برضو هذا راح نفرجيكوا إياه هسه نظريا، ما راح تستوعبوا يعني إيش بالضبط اللي قاعد بصير، بس إنه الثلاث حالات بس هيك يعني مجرد ذكر أنا بدي أذكرها هسه. أوكي طيب، هلأ الكوبي كونستركتور برضو في شغلة أساسية لازم تكون فيه، وهسه راح أشرح لكم ليش هاي، إنه أو بلاش خلينا نأجلها هسا على أساس إنه يكون مفهوم أكثر بالنسبة لنا لما أحكي لكم إياها بالشرح على الكود. طيب هلأ فعلياً بدنا نشرح عن this pointer، بس قبل ما أنتقل له بدي أتأكد إنه الكل بالنسبة له صارت فكرة الكوبي كونستركتور واضحة. إحنا فعلياً كل اللي بدنا نعمله بالكوبي كونستركتور إنه بدنا نعمل override للكوبي كونستركتور اللي بيعمل لنا إياه الكومبايلر، بحيث نعمل deep copy وليس shallow copy، عشان في حال كان عندي pointer أنا ما أتأثر بنسخة غيري. وصلت؟ وصلت. تمام، خلينا نكمل. هلا بالنسبة للذيس بوينتر، فعليا اللي المفهوم الأساسي للذيس بوينتر هو كل أوبجكت أنت بتنشئه في إله هيدن بوينتر اسمه الذيس بوينتر. هذا الذيس بوينتر فعليا إله استعمالين أساسيين. خلينا نحكي أول واحد، لما أنت إحنا متذكرين مبدأ الكولر أوبجكت والبارامتر أوبجكت، إذا متذكرين زي ما حكينا إنه مثلا لما بيكون في عندك فانكشن جوا الكلاس بيرجع لك أوبجكت. هلا أنت كيف بدك تستدعي بما إنه فانكشن جوا كلاس؟ برضو عن طريق أوبجكت. الأوبجكت اللي بتستدعي فيه هذا الفانكشن اسمه كولر أوبجكت، تمام؟ فلو فرضنا إنك في مرة من المرات احتجت إنك ترجع الكولر أوبجكت، بتقدر ترجع عن طريق الذيس بوينتر. في شغلة ثانية برضو هسه راح نوضحها بالشرح، ما بدي أحكيها هيك لأنه ما راح تكون واضحة. بس قبل ما نحكي عن فكرة الـ this pointer بالضبط، خلينا نفترض إجمالاً إنه أنا كان في عندي object من type pointer من type object من type class sorry أو struct. هلأ إحنا فعلياً الـ pointer نحجزه بأي data type integer double، وتعرفنا عليهم باللابات أكثر من مرة. بس اليوم مثلاً خلينا ما كنا ماخذين الـ classes والـ struct. مثلا لو فرضنا انه منا نعرف اوبجكت بوينتر من تايب كلاس، هسه فعليا احنا لما كنا بدنا نعمل اكسس على ممبر موجود جوا اوبجكت كنا نستخدم الدوت، مثلا اوبجكت 1 دوت مثلا نيم، هذا اللي كنا نعمله. هلا لما بيكون في عندك بوينتر انت المفروض تحط ستار بي دوت اكس. هسا المشكله اللي بتصير عندي في هاي الجمله انه لو ما كنت انا حاطه الاقواس هاي، الاولويه راح تروح للدوت، ففعليا راح يعمل لك بي دوت اكس، فراح يجي يقول لك انه ما في عندك اوبجكت اسمه بي دوت اكس، انت اللي عندك هو بوينتر. فعشان هيك حتى نعطي الاولويه للستار ويعرف انه قصدي انا عن بوينتر اوبجكت وليس اوبجكت عادي، مفروض انه نحطها بين اقواس، تمام؟ طيب هلا اذا ما بدك تستعمل هاي الطريقه، في الارو نوتيشن. الارو نوتيشن زي ما انتم شايفين هون، اللي هي زي كاني بستعيض عن الستار الاستريك وعن الدوت وعن الاقواس هاي في ارو، فهو فعليا هيك فاهم مني اني انا بستخدم بوينتر من تايب اوبجكت عشان اقدر اعمل اكسس على الممبر اللي اسمه اكس. اوكي طيب خلينا نشوف الكود بالبدايه، نشرح السؤال نشوف ايش بالضبط طالب منا قبل ما نحل سؤال اليوم. برضه عن ليست، بس هالمرة الليست محجوزة دايناميكلي مش أري عادية زي الليست الأولانية اللي عملناها. لما تعاملنا أول مرة مع الليست كان في عنا شغلتين أساسيتين كان لازم دايما ناخذ بالنا منهم. أول واحدة اللي هي إيش الماكسيمم سايز اللي أنت سامح لي فيه بالليست تبعتي. ثاني شغلة إنه أنا بدي فاريبل يتحكم لي في كل مرة أنت بتعمل فيها إنسيرت. هسه هي الليست مثلا ممكن كماكسيمم آخذ منك 10 قيم، بس هذا لا يعني انك انت مضطر تحط لي العشر قيم بالليست تبعتي، ممكن حسب ما بدك تدخل لي 5 أو 6. فانا بحاجه لشغله تتحكم لي كم عنصر عندي موجود فعليا بالليست، مش كماكسيموم، بالليست كم عنصر موجود، فاللي هو راح يكون اللينث. اوكي؟ طيب وطبعا دائما بيكون في عندنا فانكشن، هذا الفانكشن اجمالا بيعمل لنا انسيرت element element بالليست تبعتنا. ليست اليوم هي شوي غريبه عنا، احنا اللي تعودنا عليها ليست عاديه، اليوم بدنا نحجزها دايناميكلي، راح تنحجز دايناميك. طيب هلا هو الكلاس اللي عندنا اسمها ستودنت زي ما انتم شايفين باليو ام ال دياجرام، فيها كبرايفت ممبر عرفنا انهم برايفت طبعا من الستار من سوري من الماينس، ونرجع بنكرر للمره مليون
اي شيء برايفت يعني انك برا الكلاس تبعتك ما بتقدر تعمل عليه اكسس. لا تحاول تعمل عليه اكسس لا بالمين ولا باي فانكشن ثاني برا الكلاس، راح يعطيك عليها ايرور. طيب هلا فعليا احنا عندنا زي ما حكينا، بما انه احنا قاعدين نتعامل مع ليست، في عندنا لينث وفي عندنا ماكسيمم نمبر اوف جريدز اللي هي كليست كم الماكسيمم كم بدك اياه يكون، وفي عندنا بوينتر من تايب انتجر. هذا البوينتر بدنا نحجز فيه دايناميك ميموري الوكيشن يكون اري، يعني دايناميك اري راح نحجز. طيب هلا فعليا الفانكشنز طالبين منا بالبدايه كونستراكتور. هذا الكونستراكتور يحتوي على ديفولت فاليو، ديفولت بارامتر سوري. كيف يعني ديفولت بارامتر؟ يعني والله انت بالمين لما عرفت الاوبجكت او باي مكان انت عملت اوبجكت، عملت كرييت لاوبجكت، اذا وديت لي قيمه للماكسيمم نمبر اوف جريد هيني اخذتها منك، ما وديت لي قيمه معناته انا مضطر اني اعتبر لك اياها 100 از ديفولت. تمام. هلا ليش انا حكيت الماكسيمم نمبر اوف جريدز؟ فعليا احنا لما بنعمل كونستراكتور بنعمل فيه initialization لكل البرايفت ممبر اللي موجودين فيه، وكلنا بنعرف انه لما بدي ابلش ليست اللينك تبعها equal zero، فانت يعني اساسا مش لازم تودي لي، انا دائما ببلش الليست تبعتي من zero. اوكي، وهاي الليست انا ما راح اقدر احجزها اذا انت ما اعطيتني كماكسيموم قديش بدك الفاليو تكون. فعشان هيك الانت equal 100 هاي على الماكسيموم نمبر اوف جريد. اوكي، فاذا انت صار وديت لي قيمه هيني اخذتها منك، ما وديت لي قيمة أنا راح أعتبر إنه الديفولت 100. بس حتى لما تودي لي قيمة أنا في عندي شرط، إنه مثلاً لنفرض إنه اليوزر ودالك ماينس 2، يعني ولا يمكن إنه تقدر تحجز ليست بإندكس مثلاً بماكسيمم نمبر أوف جريدز بالماينس أو حتى صفر، لأنه أنت فعلياً ما استفدت إذا كانت صفر. أنا أصلاً الليست تبعتي فاضية وراح تظلها فاضية طول عمرها، فلازم أعمل هون بالكونستراكتور تشيك على الفاليو تبعتي، أتأكد إنها هي مش أقل من صفر ولا حتى صفر عشان أقبل القيمة من اليوزر. إذا وداها أقل من صفر أو صفر أنا بحاجة على أني أعطيه الديفولت فاليو اللي هي 100. برضو هاي هسه راح نوضحها إن شاء الله بالشرح. هلا طيب بالنسبة دكتورة لو أعطيته، تفضل، لو أعطيته فاليو أكتر من 100 بإيش لازم يصير؟ هسه أنت فعليا هسه هي ما راح يعطيك عليها إيرور، بس أنت بالسؤال تبعك محدد لك أنه بده إياها كماكسيموم 100، فانت المفروض الليست تبعتك ما تتجاوز ال100. اوكي، طب مش لازم احط اعمل كشرط يعني إنو... غير الزيرو والسائل والماينس تكون مش اكبر من 100؟ ما لها داعي، لانه انت مفروض انه انت يعني عامل الكود تبعك انه ممنوع يتجاوز 100 الليست تبعتك. اوكي، يعني هي زي اتفاق خلينا نحكي بين المستخدم والبروجرامر. تمام. طيب هلا بالنسبه للكونستراكتور، للكوبي كونستراكتور، هيك بيكون شكله زي ما انتم شايفين، بياخذ اوبجكت، احنا حكينا هو له علاقه بالاوبجكت، يعني هو بيعمل كوبيينج بتوين تو اوبجكت. الكوبي كونستراكتور لازم يكون كونستانت حتى امنع انه يصير اي موديفيكيشن بالداتا. يعني انا مثلا لما وديت لك ستودنت، خلينا نفترض انه الاوبجكت هذا اسمه اس، لما وديت لك اياه هو فعليا زي كانه انا قاعده بحكي لك انه هو ريد اونلي، يعني انت بتقدر تاخذ منه القيم بس ممنوع تعدل عليه. كيف بقدر اعمل بريفنت انه يصير اي تعديل على الداتا تبعته؟ باني اعمله كونستانت اوبجكت. تمام. هلا ليش باي ريفرنس انرسل؟ لازم طبعا يكون باي ريفرنس. ليش لازم يكون باي ريفرنس؟ فعليا انت قاعد بتحكي لي انه انا قاعد بعمل كوبي كونستراكتور عشان لما يكون في عندي كوبينج بتوين تو اوبجكت، صح؟ فلو انا بعته باي فاليو فعليا هو راح يضطر يضل ينادي حاله، لانه هو باي فاليو، يعني بده يرد. احنا كل مره بدنا نعمل فيها باي فاليو بده يتم استدعاء الكوبي كونستراكتور، راح يضل ينادي حاله انفينيتلي، فلازم يكون باي ريفرنس. كمان هاي الشغله اساسيه جدا بانه الكوبي كونستراكتور لما بدك تعمل له انشاء لازم يكون كونستانت حتى نمنع اي موديفيكيشن للاوبجكت اللي انت ارسلته، ولازم يكون باي ريفرنس. اوكي. طيب دكتوره تفضل، مش بقدر اني انا ما اعدل عليه وما فيش داعي اكتب الكونستانت؟ لا، ما هو انت ماشي ممكن انك تقدر انك ما تعدل عليه، بس افرض حدا ثاني اجى على الكود تبعك وعدل عليه. طيب قصدي انا يعني مثلا في لما احل انا مع الباث تو كود او في الامتحان مثلا، هل بتحاسب عليها؟ لازم يكون كونستانت. يعني هاي شغله اساسيه، زي مثلا زي لما اجي مثلا احكي لك الفور لوب، ليش لازم احط له مثلا انيشال فاليو وشيء بيتحكم بالقيمه وشيء بيعمل بلس؟
هاي هيك ما حيشتغل هيك. خلينا نحكي ثابتا تمام. طب كيف اعرف العاد؟ كيف افرق متى يكون كونستنت ومتى لا؟ الكوبي كونستراكتور لا هذا كوبي كونستراكتور وليس كونستراكتور عادي، لانه بيتعامل مع اوبجكت زي ما انت شايف هون. انا البارامتر تبعه اوبجكت من تايب ستودنت، هيو شايفه الكوبي كونستراكتور. اها لما يكون كونستراكتور وبياخذ بارامتر من نوع نفس من نوع الكلاس لازم يكون كونستنت وباي ريفرنس، اسمه كوبي كونستراكتور مش كونستراكتور عادي. تمام الكوبي كونستراكتور ايوه تمام تمام. طيب هلا بالنسبه للستودنت اللي هو اللي ببلش بتلدا، احنا بنعرف انه هو عباره عن ديستراكتور. اجمالا الديستراكتور احنا بنستدعي في حال انه مثلا والله انا انشات اوبجكت في هذا السكوب وطلعت منه، قبل ما اطلع منه المفروض ينعمل تيرمينيت لهذا الاوبجكت. كيف بنعمل تيرمينيت لهذا الاوبجكت؟ عن طريق استدعاء الديستراكتور. اوكي بس في عندنا شغله، هلا احنا اجمالا هذا الاشي بيصير لما يكون عندي variables عاديين، بس في حال انه الكلاس تبعتي كان فيها اشي نحجز dynamically زي ما انتم شايفين هون، مش احنا الليست هسه بدنا نحجزها dynamically، لازم يكون عندي بجمل بالديستراكتور جمله تعمل لي ديليت للدايناميك لوكيشن اللي انحجز، لانه ما بنعمل له ديليت بس مجرد انك انت عملت تيرمينيت للاوبجكت، لانه اذا ما عملت هاي الحركه راح انت تعمل تيرمينيت للاوبجكت وراح ضلك حاجز مكان بالذاكره، فعليا انت مش مستعمله وما في حدا بيقدر يعمل عليه اكسس لانه هو بنظر الكل محجوز، فانت هيك زي كانك قاعد بتعمل يعني ترهق الميموري. فلازم كل مره بيكون في عندك فيها بوينتر سواء فاريبل عادي او دايناميك اري انحجزوا شيء انحجز دايناميكلي جوا بوينتر، لازم تعمل جمله ديليت في الديستراكتور، بحيث انه والله لما انت صار وخلصت من الاوبجكت تبعك لازم تعمل فري لكل السبيس اللي حجزوا هذا الاوبجكت. تمام. طيب هلا بالنسبه للاز امتي، احنا اجمالا صرنا بنعرف مثلا انا متى بعرف انه الليست تبعتي فاضيه؟ اذا كان اللينكث ايكوال زيرو معناته الليست تبعتي لحد الان فاضيه ما فيها اي شيء. اما بالنسبه للاس فول، متى بتكون بدهم ايانا نرجع انه بوليان هل هي فول ولا مش فول؟ من اسمه مبين الفانكشن. متى بتكون الليست تبعتي فول؟ اذا والله مثلا انا كماكسيمم بحكي لك عندي 10 مواقع واللينك تبعي صار 10، معناته ما عنديش ولا اي سبيس بالليست تبعتي، فصار معناته عندي الليست فول. جيت لينكث بدي ارجع اللينكث في حال انه احتجته برا الكلاس تبعتي، ما بقدر اعمل عليه اكسس كلينكث لحاله كبرايفت ممبر، ففي حال اني برا الكلاس احتجت اني مثلا اشوف كم اللينكث تبعي ما بقدر الا عن طريق فانكشن هو كوسيله تحايل الجيت عملناه حتى نقدر نعمل اكسس على البرايفت ممبر اللي موجودين معنا. هلا بالنسبه للجيت ماكسيمم نمبر اوف جريد، بدهم ايانا نرجع الماكسيمم نمبر اوف جريدز اللي هو هذا البرايفت ممبر اللي موجود معنا هون. طيب هلا فانكشن الانسيرت، دائما صرنا متعودين بما انه عندي ليست انا بحاجه لفانكشن يعمل لي انسيرت للاليمنتس جوا هاي الليست، طبعا حسب الداتا تايب تبعتها. مثلا اذا كانت ستراكت انت بحاجه للبارامتر هون يكون ستراكت. احنا عندنا الليست تبعتنا انتجر عشان هيك البارامتر انتجر، بدهم ايانا نعمل انسيرت بالليست تبعتنا ما لم تكن الليست تبعتنا فول زي ما انتم شايفين هون. سوري خلينا نطلع. بدهم ايانا نعمل انسيرت للجريدز بشرط انه الليست تبعتنا مش فول، واذا كانت فول بدهم ايانا نكتب لهم نوت انه سوري يو ريتش ذا ماكسيمم كاباسيتي. لازم احكي لليوزر انه والله انت قاعد بتحاول تضيف علامه وانا فعليا الليست تبعتي صارت فول. طيب هلا بالنسبه لفانكشن البرنت، فانكشن برنت عادي بدنا نطبع فيه طباعه بس العلامات زي ما انتم شايفين، بدهم ايانا نطبع فيه العلامات. طبعا اذا كانت الليست تبعتي فاضيه مش مفروض اني اطبع شيء، فبالاول بدي اعمل تشيك انه الليست فاضيه ولا لا. اذا مش فاضيه مفروض اني اطبع. كيف بدي اطبع؟ كيف بدي اعرف كيف شكل الطباعه تبعتي؟ زي ما انتم شايفين بننزل دائما على الاوتبوت سامبل اوتبوت، بالسامبل اوتبوت انا بكون عارفه كيف شكل الطباعه راح يكون. زي ما انتم شايفين بدهم ايانا نطبعهم كلهم ورا بعض بينهم سبيس واحد، وبعد ما نخلص اخر واحد بدنا نعمل اند لاين. اوكي طيب هلا بالنسبه للتري الريتريف جريد، بدهم ايانا انا ابعث لك اندكس مثلا بحكي لك والله بدي العلامه اللي موجوده بالاندكس 1. اوكي فانت بدك تشوف شو هي العلامه وترجع لي اياها تعمل لي ريتيرن لها، بس طالب منا انه نعمل شغله، بدهم ايانا نعمل تشيك انه الاندكس اللي انت وديت لي اياه
مش out of range. إيش يعني out of range؟ يعني أنا مثلاً الرينج العلامات اللي موجود عندي من 0 لللينث minus 1، تمام؟ فإن إذا أنت وديت لي واحد أكبر أو أقل من هاي القيم مش راح أقبله منك، راح أرجع لك minus 1 زي ما أنتوا شايفين. أو إذا كانت الليست تبعتي فاضية، طب ما هي الليست فاضية إيش بدي أرجع لك؟ ما راح أقدر أرجع لك إشي. ففعلياً برضو هاي الحالة راح تعمل لي return minus 1. غير هاي الحالة معناته في عندي إندكس تمام وضمن الرينج، أنا برجع لك الجريدز اللي موجودة فيه. هذا functional retrieve. بالنسبة للماكس جريد بدهم إيانا مثلاً علامات طالب، أرجع لهم إيش أعلى علامة عنده، فعلياً أرجع لهم إيش أعلى علامة عندهم. بس كمان طالبين منا إذا الليست كانت full sorry list is empty معناته ما عندهش علامات، بدي أعطي نوت بإني أرجع minus 1. أوكي؟ طيب هلا بالنسبة لفانكشن الافرج، هو بده يحسب لنا الافرج لمجموعة علامات الستودنت. أنا مثلا والله عندي 5 علامات مجموعهم على عددهم، هذا هو الافرج تبع العلامات. برضو بدهم إذا كانت الليست فاضية نعطيهم نوت بإنه نعمل ريتيرن لماينس 1. هاي بالأول رح نعمل تشيك عليها بعدين نطلع الافرج. طيب هلا بالنسبة للهايست افرج بدهم إيانا نطلع هذا الفانكشن موجود جوا الكلاس. فبما انه موجود جوا الكلاس مفروض انه ينعمل له كول عن طريق اوبجكت اسمه كولر اوبجكت زي ما احنا متعودين، وبياخذ مني بارامتر اوبجكت. فانا بين هذول الطالبين بدي اشوف منهم مين اللي افريج تبعه اعلى، اوكي، وارجعه اعمل له ريتيرن. مثلا عندي طالبين، واحد الافريج تبعه مثلا 96 والثاني الافريج تبعه خلينا نفترض 97، فانا مفروض اني اعمل كومبارزون بين الافرج تبع الاول والثاني وارجع لهم مثلا والله الاوبجكت كامل، بما انه التايب تبع الفانكشن تبع ستودنت الاوبجكت كامل راح يرجع اللي فيه العلامات اللي الافرج تبعها اعلى. طيب بس احنا هيك ما خلصنا، ضل في عندنا نون ممبر فانكشن. هذا نون ممبر فانكشن اسمه هاز مور باسز. هذا ما بده يعتمد انه بدي اشوف مين الطالب، خلينا نحكي بمفهومنا، اللي عنده علامات ناجحه اكثر. ما بدهم إيانا نقارن بناء على الأفريج، لا، بدهم إيانا نقارن بناء على العلامات الأعلى اللي أكثر من 50 علاماته ناجحة يعني. فهو فعليا بياخد 2 أوبجكت زي ما أنتم شايفين، بدي أرجع له الأوبجكت كامل لأنه من تايب ستودنت زي ما أنتم شايفين هيو هون من تايب ستودنت، بدي أرجع له الأوبجكت كامل اللي يحتوي على علامات ناجحة أكثر. يعني مثلا الطالب الأول خلينا نفترض عنده 5 علامات ناجحة، والطالب الثاني خلينا نفترض عنده 7 علامات ناجحة، بدي أرجع الطالب الثاني كأوبجكت كامل لأنه التايب تبعه student. أوكي؟ طيب وهي حاطين لنا شرط أنه يكون pass أنه تكون أكبر أو تساوي 50 العلامة. هلا إحنا دائما لما بنشوف السؤال لازم نتأكد كيف الانبوت فورمات والاوتبوت فورمات حتى ما يكون في عنا أي ايرور بالمين. يعني ممكن أنا أطلب منك قيمتين تدخل لي القيمة الأولى قبل الثانية، مثلا X و Y، تدخل لي واي قبل اكس، ممكن يطلع معك ايرور بالريزلت بالتست كيس. فلازم دائما تكون متاكد منه ايش طالب منك بالانبوت والاوتبوت. بالانبوت طالبين منا انه ندخل 10 قيم زي ما انتم شايفين هون، 10 قيم. بدهم اول 5 قيم يروحوا للاوبجكت الاول وثاني 5 قيم يروحوا للاوبجكت الثاني. يعني احنا بالمين بدنا نعمل 2 اوبجكتس. اوكي؟ طيب هلا بالنسبه للاوتبوت زي ما انتم شايفين بدهم ايانا نطبع الفيرست ستودنت علاماته وعلامات السكند ستودنت ومين اللي منهم له الهاير افريج عن طريق الفانكشن اللي شفناه قبل شوي. وبعد هيك بدهم ايانا نطلع مين هو اللي عنده علامات اعلى انجح، سوري، يعني علاماته الناجحه اكثر. تمام؟ السؤال صار واضح بالنسبه لكم؟ ابلش احل؟ طبعا راح نحل مع بعض، مش راح احل لحالي، بدي احل وبدكم تكونوا انتم كمان عم تكتبوا. راح اعطيكم بعد ما احل مجال انه تتاكدوا اذا في عندكم ايرورز. يفضل انك تعمل رن اول باول حتى لو ما طلعت معك التست كيس صح، مش راح تطلع معك يعني بالاول قصدي، بس انه عشان ما تتاكد، عشان تتاكد انه ما عندك ايرورز. اوكي؟ طيب خلينا نبلش بالسؤال. زي ما حكينا طالبين منا كلاس اسمها ستودنت، هاي كلاس تمام. هلا احنا زي ما متعودين دائما في عندي كيرلي بريسز وبالنهايه في عندي سيمي كولن ما ننساها على اساس انه تعطيني انديكيت انه انا هون انهيت السكوب تبع الكلاس تبعتي، انا من هون ببلش ومن هون بنتهي. بالنسبه للبرايفت والببليك ممبرز الك حريه انك مين تحط بالاول ومين تحط بالاخر،
وإلك حرية إنك تكتب كلمة برايفت أو لا، لأنه كل الديفولت كيس جوا الكلاس إنه كلياتهم برايفت، فأنت هذا بس مستنى يا ريت زوم إن بس شوي تكبير الخط مشان الطلاب تتابع الكتابة أكثر. يعطيك العافية. ممتاز. كم عند درجة؟ أوكي. ممتاز. يعطيك العافية. هاي عرفنا احنا الكلاس بالبداية، كتبنا انه هي كلاس اسمها student. كل اللي بدنا نعمله بالاول private member، برجع بكرر اذا حطينا كلمة private او ما حطيتها عادي، لانه هي الديفولت بالنسبة للكلاس، فعادي لو ما كتبناها. احنا بدنا length variable، هذا ال variable من type integer. تمام. هلأ بدنا كمان integer maximum number of grades، خلينا نعملها copy هون على اساس انه ما نخربط بالكتابة، ما رح نختصرها، رح نكتبها زي ما هي. maximum number of grades حكينا هذا اللي بيتحكم لي الدايناميك اري تبعتي كم بده يكون السايز تبعها، الليست تبعتي فعليا كم عنصر بده يكون فيها. وفي عنا كمان pointer من type integer اسمه list، اللي هي الليست تبعتي. مبدئيا انا حجزت pointer بس ما حجزت فيه اي dynamic memory، ما بقدر احجز بلا ما تكون انت معطيني قيمة للmaximum number of grades، وهي ما رح تعطيني اياها الا بالconstructor. طيب هلا فعليا احنا هيك بنكون خلصنا البرايفت ممبر. لو صار وعملت هيك على طول هاي ستودنت وبلشت اكتب كودي، انا هيك ورطت حالي بمصيبه. ليش؟ لاني انا ما فصلت انه هذا برايفت بابليك سيكشن، بما اني ما فصلت صار الكونستراكتور بالنسبه له برايفت، والكونستراكتور دائما لازم يكون بابليك مش برايفت. فعشان هيك دائما لازم ضلنا منذكرين انه تفصل البرايفت سيكشن عن البابليك سيكشن. طيب هلا زي ما حكينا هون في عنا بياخذ منا هذا هذا الكونستراكتور ديفولت بارامتر. ديفولت بارامتر ايش يعني ديفولت؟ زي ما حكينا اذا انت والله لما عملت كول اذا عملت كرييت للاوبجكت وديت لي قيمه اخذتها منك، اذا ما بدك تودي لي قيمه راح اعتبرها 100. اوكي فهاي انت بس انا راح اعمل شغله عشان نستخدم الديس بوينتر. هسا انت بتقدر تسميه اي اسم بدك اياه، بس بدي اعلمكم على انه ليش بدنا نستخدم الذيس بوينتر. احنا حكينا له استخدامين، اول واحد اني اميز البارامتر العاديه عن البرايفت ممبر جوا الكلاس، وثاني شغله حكينا انه نرجع الكولر اوبجكت. فبالبدايه انا مثلا لو سميت الماكسيمم نمبر اوف جريدز ايكوال 100 كبارامتر، اخذت الماكسيمم نمبر اوف جريدز ايكوال 100. هلا هذا الكونستراكتور فعليا هو بما انه جوا الكلاس قادر انه يشوف الماكسيمم نمبر اوف جريد هاي اللي موجوده عندنا هون بالبرايفت ممبر، وقادر كمان بنفس الوقت انه يشوف الماكسيمم نمبر اوف جريدز هاي بما انها هي بارامتر جواته، صح؟ طيب هسه انا مثلا لما اجي بدي احكي لك انه والله بدي اشوف انت بعت لي علامه، بعت لي قيمه مناسبه ولا مش مناسبه، شو بده يعرفني اياها انا بدي اعمل؟ إذا كان قصدي البرايفت ممبر اللي موجودة معي هون، أنا لازم أحط this arrow البرايفت ممبر. إحنا متعودين دائما نحط الدوت زي ما حكينا، بس إذا بدك تحط الدوت بدك تكون منتبه للأولويات. ف this arrow maximum number of grade تعني البرايفت ممبر هاي. أما إذا كانت هيك بدون ولا إشي maximum number of grade موجودة جوا الفانكشن هذا جوا الكونستراكتور، معناته أنا قصدي فيها البارامتر هذا. أوكي؟ طيب هلا بالبدايه احنا متعودين دائما بالكونستراكتور نعمل انيشاليزيشن. تفضل. اخر نقطه ما فهمتها هاي. اخر نقطه ما فهمت. تمام هسه بعيدها. هلا اجمالا زي ما حكينا انا هون مثلا سميت هذا الفاريبل نفس اسم البرايفت ممبر اللي موجود عندي، وانا ككونستراكتور الكونستراكتور هذا قادر اشوف هاي بما انها بارامتر عندي، وقادر بما اني كونستراكتور جوا هاي الكلاس اشوف البرايفت ممبر هاي، صح؟ لحد هون تمام؟ اعطينا نفس الاسم يعني. انا حطيت نفس الاسم مش بنقدر نحط شيء ثاني وبس؟ انا حكيت لك من البدايه بتقدر، بس انا بدي افرجيك كيف ممكن نستخدم الذس عشان اميز برايفت ممبر من بارامتر عادي، اوكي؟ تمام. اوكي احنا حكينا this pointer له استخدامين، بدي افرجيك الاستخدام الاول ايش هو. اوكي تمام. اوكي طيب هسه
زي ما حكينا احنا بالكونستراكتور اجمالا كل اللي بنعمله initialization لكل البرايفت ممبر اللي موجودين معنا. بالبدايه في عنا length، واللينث دائما احنا صرنا متعودين انه الليست تبعتك دائما لازم تكون صفر، فانا بدي اعمل انه length equal zero. هاي اول برايفت ممبر عملت له initialization. طيب مثلا لو فرضنا اني اجيت بدي اعمل للليست، طب ما احنا حكينا انه الليست بدنا نحجز فيها dynamic array، والدايناميك اري هاي بدها تكون حسب الماكسيمم نمبر اوف جريد، صح؟ فمعناته ما بقدر احجز الليست تبعتي دايناميكلي الا اذا كان معي الماكسيمم نمبر اوف جريد. وزي ما انتم متذكرين لما حكينا قبل شوي انه صح انت ممكن تودي لي قيمه، بس مش بالضروره انا اقبل منك هاي القيمه شو ما كانت. اذا كانت اقل من صفر ما فيش رينج صفر يعني فعليا تحت الصفر، فانا لازم اعمل لك نوت انه والله انت اللي قاعد بتعمله مش مزبوط، واحكي اعطيك انه الديفولت اللي هي 100. فكيف بدنا نعمل هاي الحركه؟ انت بدك تعمل تشيك باف ستيتمنت الماكسيمم نمبر اوف جريدز اقل او تساوي الزيرو، معناته في هاي الحاله انا ما راح اقبلها منك، ما راح اخلي الماكسيمم نمبر اوف جريدز للبرايفت ممبر هاي اللي عندي تساوي القيمه اللي انت وديت لي اياها، صح؟ شو بدي اعمل؟ مش بدي احكي لك كمان لو اكثر من 100. انت مصر انت نفسك اللي ابو اكثر من 100، خلاص بعمل لك اياها، بس هي مش مشكله يعني لو ما كانت موجوده عادي. اوكي يعني انا بيه يعني حتى لو كانت اكثر من 100 كودك شغال، بس لو كان اللينك تبعك بالماينس مش شغال ابدا. لا دكتور على فكره مش نفسي، هذا واحد ثاني. طيب تمام، هسه شو الفكره؟ انه اذا كان اكثر من 100 خلينا نفترض مش مشكله ما راح يعمل لك ايرور بالكود، بس لو كنت لو انت حجزت دايناميك لوكيشن بسالب انت راح تعمل مصيبه، عشان هيك انا بدقق على فكره انه هو لازم يكون مش سالب. تمام. طيب هسه this this arrow maximum number of grids هاي كوبي. هسه ليش انا حطيت هون this this arrow maximum number of grids وهون ما حطيت this arrow maximum number of grids؟ قصدي بالتشيك هاي اللي عملتها على القيمه اللي انت وديت لي اياها، انت وين وديت لي اياها؟ بالبارامتر هذا، صح؟ فالبارامتر العادي ما له this. اوكي الذس تستعمل لما انت بدك تتعامل مع برايفت ممبر جوا الكلاس بنفس اسم الفاريبل اللي معك بالبارامتر. اوكي فانا ما راح اقبل منك اذا كانت القيمه اقل من صفر، بدي اخلي هاي الاشي اللي هي البرايفت ممبر اللي عندي، عشان هيك حطيت الذس ارو ماكسيمم نمبر اوف جريد ايكوال 100، ما راح اقبل منك القيمه. إلس بدك تكون بغير هاي الحالة وديت لي قيمة، وهاي القيمة ماشي تمام على عيني وراسي رح أقبلها منك، فبدي أحكي له إنه this arrow maximum number of grades اللي هي private member، برجع بكرر لما بحط this قبل الاسم ال variable معناته أقصد فيها ال private member. this arrow maximum number of grade equal ال maximum number of grades اللي أنت وديت لي إياها. تمام، خليني أطلع بس هيك، وضحت هاي؟ بس خليني اعمل شوية هيك مش زوم. وضحت هاي؟ ميزنا ايش الفرق بين اني احكي له this arrow maximum number of grades وبين اني احكي له maximum number of grades عادية؟ برجع بكرر maximum number of grades بدون اشي تكون للأقرب؟ this بتكون للبرايفت ممبر. للبرايفت تمام تمام؟ اما اللي هي للكولر اوبجكت يعني فعليا، اما اللي بتكون بدون شيء بقصد فيها البارامتر اللي موجود معي اللي هي الاقرب. اوكي؟ لانه فعليا قادر انه يشوف هاي وهذيك. طيب هلا بهاي الحاله انا صارت عندي قيمه للماكسيمم نمبر اوف جريد، سواء انت وديت لي اياها وما قبلتها منك انا حطيت ال 100، او وديت لي اياها وقبلتها منك حطيتها جوا البرايفت ممبر اللي موجوده معي. بعد ما اكون عملت الماكسيمم نمبر اوف جريد از برايفت ممبر الها قيمه صارت، بما انها صار بقدر اني احجز الليست. كيف بدنا نحجز الليست دايناميكلي؟ ليست ايكوال زي ما احنا متعودين، بما اني بدي احجز دايناميك اري نيو التايب تبعها انتجر، بعدين نفتح اقواس بالسايز اللي بدنا اياه. شو السايز اللي انا بدي اياه هون؟ انا بعدني ما طلعت من الكونستراكتر، ففعليا برضو انا بعدني شايفه هاي كبرايفت ممبر، سوري كبارامتر، وشايفه هاي كبرايفت ممبر.
بس انا ما بدي تبعت البارامتر، انا فعليا بدي اللي حجزتها بالبرايفت ممبر، لانه البارامتر ممكن انك تكون وديت لي اياها قيمه ما عجبتني وانا غيرتها. القيمه الاساسيه اللي صارت مقبوله بالنسبه لي موجوده بالبرايفت ممبر. كيف بدي اصل للبرايفت ممبر؟ عن طريق this arrow maximum number of grades. تمام. طيب هسه هيك احنا بالكونستراكتور اللي معنا صرنا معطيين للبرايفت ممبر اللي عنا كلهم قيم. اللينكس اعطيناها صفر بدايه الليست تبعتنا فاضيه، والماكسيمم نمبر اوف جريد اخذت منك القيمه وبعدين عملت عليها تشيك، بس قبلتها خزنتها بالبرايفت ممبر، والليست ما قدرت احجزها بلا ما كان عندي ماكسيمم نمبر اوف جريد. فعشان هيك انا حطيت هون ذس ارو ماكسيمم نمبر اوف جريد، لاني بدي اياها اللي انحطت بالبرايفت ممبر مش اللي انت وديت لي اياها. تمام. طيب رح أعطيكم خمس دقائق، أو خلينا نحكي خمس دقائق مبدئياً، ما بعرف إذا بكفي أو زيادة، تحلوا فيها الكونستراكتور عشان نشوف أي سؤال بدكم إياه. طبعاً رح أشيل الكود عشان بدناش نكتب كتابة، بس بدنا نكون عارفين إيش بنعمل. بتحلوا معي؟ قاعدين بنحل. دكتورة بس تفضل. الو تفضل. في سؤال بس معلش، ايش الفرق بين اللينكث والماكسيمم نمبر اوف جريدز؟ ليش حاطين اللينكث صفر يعني؟ تمام. هسه انا بما اني قاعده بتعامل مع ليست، اوكي، انا بحكي لك انه والله مثلا خلينا نفترض انه اصور لك اياها كمثال، انه انا عندي مختبر حاسوب. انا بحكي لك مختبر الحاسوب هذا بس على 20 طالب كماكسيمم، ماشي؟ تمام. طيب هسا هو بيسعى ك 20 طالب كماكسيمم، انت حر، ممكن انك تفوت طالبين، ممكن انك تفوت 10، ممكن تفوت 15، هذا هو اللينث. اوكي؟ اوكي. هسا مثلا لنفرض انه انا وصلت اللينث تبعي صار 20، يعني انت فوتت لي على المختبر 20 طالب. الطالب ال 21 انا راح اعطيك نوت، احكي لك والله ستوب، انا ما بقدر ادخل لك هذا الطالب لانه المختبر تبعي صار فل، عندي 20 طالب وال 20 طالب عليهم 20 جهاز، سوري العكس، اوكي؟ اوكي. طيب يعني فعليا اللينكث بتحكم لك بكم عنصر موجود عندك جوا الليست، مضافين، كم عنصر انت اضفت جوا الليست. اما الماكسيموم نمبر اوف جريد هو عدد المسموح فيه كامل. كم العدد المسموح فيه از ماكسيموم فاليو؟ انك تضيفه جوا هاي الليست. تمام؟ تمام اوكي. تمام. اكيد وصلت؟ وصلت. شكرا. تفضل. دكتور بس بدي اتاكد. تفضل. بالنسبه للذس بتكون للبارامتر؟ الذس بتكون للبرايفت ممبر. ذس ارو برايفت ممبر. اما الشيء القريب عليك مش اللي بنعطى؟ لا، البارامتر انت قادر تشوفه، هو قريب عليك بتقدر تشوفه عادي. تمام. البرايفت ممبر بس بتكون معاها، اما البارامتر العادي لا، بتكون عادي بدون إشي. تمام شكرا. اوكي عفوا. راح اعطيكم خمس دقائق تقريبا. طب دكتورة تفضل. بالاف ستيتمنت اللي عملناها اف ماكس جريدز نمبر، اللي هي البارامتر اللي انت وديت لي اياه قيمه البارامتر، اذا كانت مش مقبوله بالنسبه لي تمام، اذا كان اصغر او يساوي صفر احنا سويتي شو اسمه، تقدر تحجز اري مثلا من سالب 10 مواقع. لا مش هاد سؤالي، بحكي لك انه ليش عملنا التشيك هاي يعني. تفضل. تمام. بعد التشيك هاد، اذا كان التشيك هذا صح، انت حطيتي الماكس الجريد نم بنفسه، مش حطيتي الذس. لا بالذس حطيته. هاي ذس ارو ماكسيمم نمبر اوف جريدز ايكوال 100. تمام. اعطيته كديفولت فاليو 100. اذا ما كان هيك معناته انا راح اقبل منك القيمه، عشان هيك حطيتها هي نفسها. طب بس اتاكد منك مش شغله ثانيه، الذس اذا كان مش
مش بالكلاس، اذا كان بشكل عام بالمين او شيء. اللي بعرفه انا انه بيستدعي الفاريبل اللي من اللي اسمه اللي بيكون جلوبال مش لوكال. مش فاهمه عليك ايش قصدك بالضبط. الذس كمان بيستخدموها عشان الفاريبلز اللي بتكون جلوبال صح؟ اوكي. يعني اذا كنت انا مثلا بالمين قاعد بشتغل بالمين وكان عندي فاريبل برا المين جلوبال، يعني اذا حطيت ذس بالمين بكون بحكي عنه هو الجلوبال يعني. اعتذر صح؟ بعتذر كان مقطوع عندي. بحكي لك اذا مثلا انا عرفت variable global اسمه x من نوع integer، وعرفت جوا المين variable integer اسمه x، اذا سويت this x بيكون بعني global صح؟ هسه هو للابعد فعليا، يعني احنا هون مثلا البرايفت ممبر استعملنا الابعد عنك. اه تمام تمام شكرا. يكفيكم خمس دقائق للكونستركتور؟ دكتورة بس سؤال. تفضل. أنا خلصته. الانيشياليزيشن تبعت الليست ما فهمتها. تبعت الليست هاي؟ اللي جوا ال جوا ال كونستركتور. ثواني بس أتوقع إني ما عملت الشير، ثواني بس أعمل شير. طلعت عندكم الشاشة هيك؟ طلع. طلع. تمام. انت قصدك عن هاي صح؟ list equal new integer. هاي. هسا احنا مثلا لما بدك تحجز dynamic location، اذا كان اجمالا بدك تحجز dynamic location فانت بدك تعمل new. تمام؟ بعد النيو بدك تحط الداتا تايب اللي بدك اياها للوكيشن، ايش القيم اللي بدك اياها تكون موجودة فيه، integer double، الداتا تايب تبعت المواقع اللي بدك تحجزها يعني فعليا. اوكي؟ بما انها array بدي احجز فانا حطيت براكت، وجوا هاي البراكت بيكون في عندك الـ 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 القيمه اللي انت يعني مثلا عدد العناصر اللي بدك تحجزها. ماشي؟ فانا كم عدد العناصر اللي بدي احجزهم اللي موجودين معي بالماكسيمم نمبر اوف جريد اللي بالبرايفت ممبر هون صح؟ كيف بدي اجيبهم؟ عن طريق this، عشان هيك حطيت this arrow maximum number of grades. طب مش لازم تفضل مش لازم احطها اللي هي اللينث مش الماكسيمم نمبر؟ لا 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 لا، اللينث دائما صفر، اللينث بالكونستراكتور دائما صفر، دائما الليست تبعتك بتبلش من زيرو موقع، ما فيها ولا اي موقع. اوكي؟ كل مره بتبلش تعمل فيها انسيرت رح تعمل لينث بلس بلس. شباب على الارجح مش فاهم الفرق بين اللينث والليست. اللينكث والليست ما لهم مش عارف يعني شو ايش، مش فهم الفرق بينهم. اللينكث هي عبارة عن فاريبل بتحكم لك بكم عنصر موجود فعليا معمول له انسيرت جوا الليست. اوكي؟ طب بلاش. طيب هذا اللينك اعطيكم اياها باكزامبل ثاني. خلينا نفرض مثلا انه انا عندي ورقة والورقة هاي فاضية، كتبت انا فيها اربع اسطر، الاربع اسطر هذول اللينكث. ماشي؟ طيب. الماكسيمم نمبر بالليست تبعتي عدد الأسطر الكل اللي ممكن أكتبه عليه سواء مكتوب ولا مش مكتوب، يعني مثلا لنفرض أنه فيها 20 سطر الورقة. وصلت؟ يعني أقصى عدد ممكن. بالضبط. أوكي؟ تمام تمام. وعملناها بالطريقة هاي عشان 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 ما يكون نفس الفاريبلز بيتاخذوا بكل كل الاوبجكتس المعرفين من الكلاس صح؟ هلا انت فعليا بتتعامل مع ليست، والليست تبعتك بدها تكون بتبلش من صفر وانت كل شوي بتعمل فيها اد، بس بدك تكون محدد كم الماكسيمم سايز اللي انت بدك تتحمله. اوكي؟ طيب. تمام تمام. خلينا بما انكم كملتوا نروح على الكوبي كونستراكتور. السؤال سريع. تفضل. هسه الكونستراكتور اللي كتبناه بظبط نستدعيه بالمين كديفولت او بارامترايز كونستراكتور؟ سواء وديت لي قيمه للماكسيمم نمبر اوف جريدز هيني اخذتها منك، اذا ما وديت لي بعتبر الفاليو اللي انا وديتها هون بالديفولت بارامتر هي الاساس.
ماشي. ايوه، وفي هاي الحال جمله الاف اكيد راح تكون خطا في هاي الحاله، بيعتبرها 100. خلاص تمام، وصلت تمام. وصلت الديفولت هي 100 بالحالتين، 100. تمام تمام. خلينا نروح للكوبي كونستراكتور. هلا بدايه الكوبي كونستراكتور حكينا انه هو لازم يكون يتم استدعائه في ثلاث حالات. اول حاله حكينا equality between two object، مثلا والله انا عندي two object، object 1 وobject 2. object 1 له values، object 2 هسه عملته ما في له اي value، بدي اياه يساوي object 2. طبعا بتصير زي لما مثلا اعمل two variables من type integer، واحد منهم احكي له مثلا x equal 5 واجي احكي له y equal x، مش بيصير by 5 برضه؟ نفس الفكره بالكوبي، بالكوبينج بتوين اوبجكت. اللي بيصير انه كل البرايفت ممبر اللي موجودين عندك بيصيروا كل واحد حسب شو الكورسبوندينج المقابل له في نفس القيمه. يعني مثلا الماكسيمم نمبر اوف جريدز هون يساوي الماكسيمم نمبر اوف جريدز هون. هسه راح نوضحها اكثر بالشرح. هاي ستودنت، في عنا كونستانت، حكينا دائما لازم يكون كونستانت حتى نمنع اي موديفيكيشن بتصير على الاوبجكت اللي انت ارسلته. انا وديت لك اياه زي كانه ريد اونلي، بتقدر تاخذ منه القيم وتنسخهم بس ما بسمح لك انك تعدل عليهم، عشان هيك لازم يكون كونستانت. هاي ستودنت، وحكينا ليش باي ريفرنس. اساسا انا كل فكره الكوبي كونستراكتور عاملها عشان اعمل اوفر رايدنج للكوبي كونستراكتور اللي بيعمل لي اياه الكومبايلر، واللي كان فكرته اللي بالكومبايلر بنعمل شالو كوبي. انا هون بدي اعمل مش شالو كوبي، بدي اعمل ديب كوبي، بما انه عندي بوينتر بدي اخلي السبيس تبعي خاص فيه، ما لك ما لك دخل فيه، صح؟ فهاي مثلا لو سميناه اس، فبما اني انا عملته اساسا عشان اعمل كوبينج لفاليوز لتو بتوين تو اوبجكت لازم ينرسل باي ريفرنس، ولا انا راح اضلني استدعي حالي انفينيتلي. اوكي طيب، هلا بالكوبي كونستراكتور انت وديت لي اوبجكت اسمه اس، بدك الكولر اوبجكت اللي لما بعمل فيه كول لهذا الكونستراكتور تصير كل البرايفت ممبر اللي فيه قيمها نفس البرايفت ممبر اللي موجوده بالكونستراكتور بالاوبجكت هذا. ايش يعني؟ يعني اللينث تبعي بده يكون ايكوال اس دوت لينث. اوكي، هاي اول قيمه من البرايفت ممبر اللي موجودين معنا زي ما انتم شايفين هون، اعطيته اياها حسب اللينث. يعني مثلا لو كان اللينث باس 100، سوري مثلا خلينا نفترض لو كان اللينث باس 50، اللينث تبع الاوبجكت اللي بده يكون عامل ايكواليتي بده يكون برضه 50. اوكي طيب، هسه السكند برايفت ممبر اللي هو الماكسيمم نمبر اوف جريد، الماكسيمم نمبر اوف جريد هذا، هسه الماكسيمم نمبر اوف جريد تبعي بده يكون برضه يساوي اس دوت ماكسيمم نمبر اوف جريد. اوكي، حسب قديش هي الماكسيمم عندك، صارت الماكسيمم عندي حسب قيمتها. طيب شوفوا شو بدي اعمل، وهالحركه هي جدا خطا، يعني هي فعليا نفس فكره انه انت قاعد بتعمل شالو كوبي. لو اجيت مثلا حكيت له انه list equal s dot list، سوري s dot list، تمام. هاي الجمله ايش معناها؟ معناها مش هو list pointer، جيب لي الادرس اللي موجود بالs dot list وحط لي اياه نفسه ككوبي منه في الليست. اوكي، فلو واحد منهم عمل ديليت للليست راح تروح من الجهتين من التو اوبجكت، عشان هيك احنا ما بدنا نعمل هاي الحركه. شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل ديب كوبي. ايش حكينا الديب كوبي؟ انا بحجز الي كاوبجكت موقع خاص فيه، مواقع خاصه فيه، بعمل منك بس كوبي للاليمنتس اللي موجودين جوا الليست تبعتك. اوكي كيف يعني؟ مثلا بدنا نعمل ليست equal new and بدي احجز array dynamically جديده الي انا كobject، بدي اعمل كوبي منك بحسب الماكسيمم نمبر اوف جريدز، تمام. هلا بعد ما حجزت الموقع مواقع تبعتي وهي فعليا فاضيه، ما لحد الان ما حطيت فيها ولا اي قيم، ايش بدي القيم تبعتها تكون؟ نفس القيم اللي موجوده عندك انت كاس كobject اس. انا بدي اعمل منك نسخ، نسخت منك بس القيم، فصار انت عندك دايناميك لوكيشن خاص فيك وانا عندي دايناميك لوكيشن خاص فيا. اوكي، شو بدنا نعمل هون؟ بدنا نعمل فور لوب طبعا، لانه احنا قاعدين نتعامل مع اري، واحنا بنعرف انه الدايناميك اري فعليا بعد ما انت
تنشئها بتتعامل معها زيها زي اي اري عاديه بالاندكس وبالاسم، يعني عادي زي كانك انت بتعمل اري عاديه. ليش حطيت لينكث مش ماكسيمم نمبر اوف جريدز؟ برجع بكرر الماكسيمم قديش بتحمل كليا، بس مين بيحدد لي كم عنصر محطوط عندي فعليا انعمل له انسيرت؟ اللينكث هاي اي بلس بلس. شو بدي اعمل؟ بدي احكي له انه الليست اوف اي اللي هي انا كاوبجكت عملت له كول ايكوال الاس دوت ليست، اخذت منك بس القيمه ما تقربت على الـ على الادرس تبعك. اوكي، هاي هي فكره الديب كوبي، هاي هي فكره الديب كوبي. انا عملت نسخه خاصه الي من الـ من من دايناميك بالدايناميك اري واخذت منك بس الاليمنتس اللي موجودين، يعني قيم الفاليوز اللي موجوده عندك بالاري، ما إلي دخل بالادرس تبعك وين ما كان يكون. اوكي، هاي هيك بنكون خلصنا الكوبي كونستراكتور. في حدا عنده سؤال عليه؟ حدا عنده سؤال عليه؟ افترض انه الكل فاهم بما انه ما حدا بده يسال، ولا اصلا مش سامعيني؟ لا سامعين بس ما في اسئله، يعني واضح اكيد واضح. طيب انا بالنسبه لي يعني ما بعرف، معكم خمس دقائق تحلوه. دكتوره في شيء بس. تفضل. ليش ما حطينا هون فوق عاد تطلعي شوي فوق؟ ثواني الكود. ليش ما حطينا this length يساوي s ولا ما بينفع؟ لا بتقدر عادي، قصدك كولر يعني اوبجكت تتعامل معه اساس انه كولر اوبجكت بتقدر، بس انا ليش ما حطيت هون؟ لاني انا فعليا ما يعني خلص معروف انه اللينكث هو نفس اللينكث اللي بالبرايفت ممبر، مش زي هون كان في عندي لبس انه اي وحده، قصدي هاي ولا هذيك. اوكي، عشان هيك ما حطيت. اوكي تمام شكرا. يا دكتوره بس ممكن ترجعي تشرحي ليه عملنا يعني شو الفائده من الكوبي كونستراكتور هون؟ الفائده من الكوبي كونستراكتور، هذا الكوبي كونستراكتور بيتم استدعائه في ثلاث حالات. اوكي، هسا احنا اجمالا هو السي بلس بلس الكومبايلر بيعمل لك كوبي كونستراكتور يعني بدون ما انت تكوني عامله باي ديفولت، بس فكرته انه كان بيعمل شالو كوبي زي ما حكينا. شالو كوبي انه هو بياخذ لك الادرس للشغل للاثنين وبيحطهم ببعض، فيعني اي واحد منهم بيعمل ديليت بيروح من عند الثاني. احنا عملناه هون، عملنا له اوفر رايد عشان نعمل ديب كوبي بهاي الفكره. انا حجزت مواقع خاصه الي كاوبجكت وبس اخذت منك انت القيم اللي موجوده جواتها بس. اوكي، طيب خلينا نكمل على الديستركتور. هاي الديستركتور حكينا ببلش باشاره تلدا ستودنت وما بياخذ اي بارامترز. احنا متعودين اجمالا من اول ما بلشنا ناخذ الديستركتور انه نعمل فيه جمله سي اوت، جمله طباعه. هون اصلا مش طابعين لنا اي شيء، يدل على انه احنا قاعدين نعمل اند لاوبجكت. بس زي ما حكيت لكم قبل شوي، بما انه في عندك بالكلاس شيء انحجز دايناميكلي مفروض تنعمل له تعمل له ديليت جوا الديستركتور، عشان كل مره تعمل فيها اوبجكت وينعمل ديستروي لهذا الاوبجكت لازم تعمل فري للسبيس اللي حجزته دايناميكلي بهذا الاوبجكت حتى تعطي مجال انه يكون لغيره. فعشان هيك هون بدنا نعمل ديليت، وعشان انه هي اري حطينا الاقواس وبعدين بتحط اسم الاري اللي بدك اياها اللي اسمها ليست عندنا. اوكي، لازم دائما اي شيء بينحجز عندك دايناميكلي جوا الكلاس تعمل له ديليت جوا الديستركتور. برجع بكرر، خلصنا لهون. طيب بما انه ما في اي سؤال رح اترككم هسه مع مستسنيم ان شاء الله عشان بدها تكمل الحل. اوكي، مستسنيم معنا؟ مستسنيم هنا. تمام، يعطيكم العافية. الكل سامعني؟ سامعين الشاشة مش طالعة.
طيب لا هي طلعت خلص واضحة للكل؟ كل شيء واضح تمام. طيب هسا احنا وصلنا لعند function is intim تمام؟ هذا الفانكشن بيرجع لي بوليان فاليو. انا طالع عند الشاشه اصبر شوي وبتطلع. دكتوره عيد الدستركتور بالله دستركتور. طيب اوكي خلينا ارجع اعيده بشكل سريع عشان نكمل باقي الفانكشن. الفانكشن دستركتور احنا بالعاده كنا متعودين بالفانكشن دستركتور نكتب سي اوت ستيتمنت انه مثلا اند اوف كلاس، بس احنا هون بالاكزامبل اللي معنا عملنا ديليت للبوينترز. ليش؟ لانه هسا البوينترز عمل كرييت لدايناميك اري ماشي. هسا الدستركتور لما يطلع الفانكشن الاوبجكت لما يطلع من السكوب تبعه بيروح بتنفذ الدستركتور لحاله تلقائيا تمام. طيب هسا لما يروح الاوبجكت يعمل له ديسترويد بيروح بيعمل ديسترويد لكل الممبر داخله. الاشي اللي انبنى دايناميك ما بنشطب، بضل موجود ومحجوز له مكان في الذاكره تمام. فانا بعمل له ديليت له داخل الدستركتور قبل ما اعمل ديسترويد لكل الاوبجكت تمام. وصلت الفكره؟ هيك احنا بنمسح البوينتر نفسه ولا المحتويات تبعت البوينتر؟ لما احكي له ديليت للبوينترز بروح بعمل لي ديليت للإشي اللي باشر عليه البوينترز اللي هو الدايناميك اري اللي انشاها، بعمل لها ديليت. ولما يجي يطلع الاوبجكت من السكوب تبعه بيعمل ديسترويد لكل الاوبجكت، بروح بشطب كل الممبر داخل الاوبجكت اللي هم اللينث والماكس نمبر اوف جريد والبوينترز تمام. يعني الهدف من الديليت انه انا اشطب الاشي اللي انبنى دايناميك عشان ما يضلوا محجوز له مكان في الذاكره تمام. طيب خلينا نمشي هسه بالفانكشن الثانيين. عندي function اسمه isEmpty برجع لي boolean value true أو false. الهدف من هذا function أعمل check على الليست اللي عندي هل هي فاضية أو لا. طيب خلينا نكتبه، برجع لي boolean value اسمه isEmpty، اكتبه معي تمام. هذا كيف بدي أعمل check على الليست اللي عندي هي فاضي ولا لا؟ إذا كان الlength تبعها صفر. ممتاز. إذا كان الlength عندي زيرو بكون أنا ما عندي ولا إليمان داخل هاي الأري، فبحكي له مباشرة بجملة return statement بحكي له length equal equal zero. فإذا كان length equal equal zero برجع لي true، غير هيك برجع لي false. أو ممكن أكتبها بإف statement أحكي له if length equal equal zero return true else return false، نفس الإشي تمام. هيك أنا بعمل check على list إذا هي فاضية أو لا. معلش دكتورة تايدي، هذا الفانكشن بده يعمل شيك على الاري ليست اللي عندي هل هي فاضيه ولا لا. كيف بدنا نتاكد اذا الليست عندي فاضيه ولا لا؟ هسا انا الفاريبل اللي اسمه لينث شو بيمثل لي؟ اللي هم قديش عدد الجريد داخل هاي الاري. اذا انا ما كان عندي ولا جريد بكون اللينث زيرو، مزبوط هيك تعلمنا؟ مزبوط. طيب فاذا كان اللينث زيرو خلص بيرجع لي ترو، ايلس بيرجع لي فولس. اوكي تمام تكرر تمام. طيب الفانكشن اللي وراه نفس الاشي اسمه is full، بدي اعمل شيك على الاري اذا كانت full ولا لا، برجع لي boolean value true او false اسمه is full. طيب كيف نعمل شيك على الليست اذا كانت full ولا لا؟ اذا كان اللينث نفس الماكس نمبر. ممتاز. اذا كان اللينث اللي هو كم عدد الإليمان داخل هاي الأري إذا كان يساوي الماكس نمبر أوف جريد بتكون فول. فمباشرة بجملة ريتين ستيتمنت نفس الإشي بحكي له ريتين إذا كان اللينث إيكوال إيكوال اللي هو الماكس نمبر أوف جريد تمام؟ ونفس الإشي ممكن تحطوها بجملة if statement if length equal equal max number of grade return true else return false، نفس الإشي. طيب لحد هون الأمور تمام؟ كل شيء واضح تمام. طيب الفانكشن اللي وراء اسمه get length. دكتورة تفضل. الفانكشن تبع is full إذا بدي أكتبها if statement كيف بتصير؟ نفس الإشي، شايف كيف؟ بس بحكي له هنا if إذا كان length equal equal الماكس نمبر اوف جريد
بحكي بجملة retain statement، بحكي له retain true تمام else retain false تمام. نفس الشيء إذا حطيت بجملة retain أو إذا حطيت بجملة if statement نفس العملية. طيب الفانكشن اللي ورا اسمه get length، من اسمه get length يعني رجع لي length، برجع لي integer value اللي هو length، فالretain data type له integer اسمه get length تمام. شو وظيفة هذا الفانكشن؟ يعمل retain للlength، فبجملة واحدة بحكي له جملة retain length. الget function أخذنا مثله كثير فصار بالنسبة لنا سهل تمام. في حدا عنده أسئلة؟ لا لا ما. تمام. طيب الفانكشن اللي ورا اسمه get max number of grade، نفس العملية بده يرجع لي الماكسيمم number of grade. الريتين داتا تايب له انتجر اسمه get max number of grade. شو وظيفة هذا الفانكشن؟ يرجع لي الماكس نمبر اوف جريد، فبستيتمنت واحدة بحكي له مباشرة ريتين الماكس نمبر اوف جريد. طيب نروح على الفانكشن اللي ورا، الفانكشن اللي ورا اسمه انسيرت. شو وظيفة هذا الفانكشن؟ وظيفته انه يعمل insert لنيو جريد داخل الاري ليست تبعتي. طيب نشوف الشرح تبع الفانكشن insert. بحكينا avoid function هو عبارة عن void function in that insert a grade to the list. If the list is full، إذا الليست كانت full بدي أطبع له statement sorry you reach the max capacity، بدنا نطبع له إياها. طيب خلينا نكتب شوي شوي. هذا الفانكشن عبارة عن void function تمام اسمه insert. شو بستقبل؟ بستقبل الجريد. الجريد عبارة عن integer value مثلا جي. طيب طيب أول إشي شو بدنا نعمل؟ بحكينا بدنا نعمل شيك على الليست، إذا كانت full ما بقدر أعمل insert لنيو جريد مزبوط. إذا كانت not full بعمل insert لنيو جريد. فأول شيك بدي أعمل بهذا الفانكشن، أعمل شيك على الليست اللي عندي، أحكي له if إذا كانت هاي الليست اللي عندي not is full، ما ننسى البريسز تبعون الفانكشن. إذا كانت الليست اللي عندي not full بدي أعمل insert لنيو جريد تمام. else بحكي لنا أعمل له see out لستيتمنت اللي هي نأخذها زي ما هي sorry you reach the max capacity. كيف احنا بدنا نعمل insert لنيو جريد؟ كيف بدنا نعمل insert لنيو جريد؟ طيب خلينا نشوف بس الاكزامبل اللي معنا هون. احنا انا في عندي object 1 تمام؟ الملف الوورد بين للكل؟ ظهر للكل؟ ظهر. طيب هسا الاوبجكت 1 انا عندي اللينث 2، شو يعني 2؟ انا في عندي 2 element يعني عدد الجريد داخل الاري 2، في عندي 2 جريد. الماكس نمبر اوف جريد عندي 4، فانشأت ليست، هاي الليست بتأشر لي على نيو دايناميك اريز سايز تبعها 4 نفس ما احنا عملنا بالكونستراكتر. طيب انا في عندي علامتين فاللينث 2، حكينا اللينث بمثل لي عدد الجريد داخل هاي الاري. طيب هسا انا بدي اجي اعمل انسيرت لنيو جريد، اول شيء عملت شيك على الليست، هل هي فاض، هل هي فول؟ لا نوت فول، مسموح لي انه اعمل insert لنيو جريد. طيب هسا احنا وين نعمل insert لهي النيو جريد؟ بدي اعملها بهذا المكان اللي هو شو الاندكس له؟ اللي هو الاندكس 2 تمام؟ يعني انا شو بدي استخدم لما احكي له بدي اعمل insert لنيو جريد؟ بدي اعمل لها insert بالاندكس اللي هو اللينث، فبدي احكي list of length equal grade مثلا بحكي له 88، وشو بدي اعمل باللينث؟ بدي ازيد واحد، احكي له زادت عدد العلامات اللي عندي وحده، صار عندي 3 علامات داخل الاري ليست. كمان مره بدي ارجع اعمل انسيرت للنيو جريد، وين لازم اعمل لها؟ بهذا المكان، شو الاندكس له؟ اللي هو 3 اللي هو الاندكس تبع اللينث، فبعمل انسيرت للنيو جريد مثلا 55. شو بدي اعمل باللينث؟ بدي ازيدها واحد، احكي له صار عندي زياده علامه جديده، صار اللينث عندي 4 تمام. هسه لو بدي اجي اعمل انسيرت للنيو جريد
أو شو إحنا عملنا شيك إذا هي فول ولا لا، فرح يعطي لي إنه هي نطف، إذا هي إنه هي فول فرح يطبع لي المسج إنه سوري يو كان إنه أنت ما بتقدر تعمل insert لنيو جريد. تمام؟ طيب تحاولوا تكتبوا الكود إنه كيفنا نعمل insert لنيو جريد، معكم دقيقتين حاولوا اكتبوا لحالكم، حكيته أنا هسه أصلا بشكل شفوي. أول إشي نعمل insert إحنا بالإندكس تبع اللينث، ونعمل للينث بلس بلس. البارامتر اللي هو G هو اللي بدنا نحطه في الرقم الجديد صح؟ أيوة البارامتر G اللي هي العلامة اللي أنا بدي أعمل لها insert، أنا بدي أبعت له العلامة اللي هي G، وهي العلامة هو بدي يعمل لها insert داخل الأري ليست اللي عندي. تمام تمام. حاولوا اكتبوا لحالكم، سهل، عبارة عن two statement. أنا خلصته. طب نعطي فرصة شوي لزملائك. مس والله لو سمحتي. تفضل. هسا بقدر أحط إنه if length equal equal max see out sorry list of length يساوي إيه؟ صح؟ بس أنا عندي الفونكشن جاهز، ليش ما أنا أستخدمه؟ يعني إحنا هذا الإشي اللي أنت حكيته عملناه داخل الفونكشن اسمه is full، مزبوط؟ تمام. طيب ليش ما أنا أستفيد من الفونكشن اللي أنا بكتبها؟ يعني أنا بكتب فونكشن عشان تسهل لي عملية، ما أظني أرجع أكرر بالكود وأكتبه يعني أكرر فيه، فأنا بستفيد من الفونكشن الموجود، فعملت كود للفونكشن اللي اسمه is full. تمام؟ يعني نفس العملية. طيب دكتورة ليش البراكت ساعت الاف ستيتمنت؟ لا هدول البراكت تبعون الفانكشن is full صح، لكل فانكشن في له لا تحت الاف ستيتمنت في براكتس هدول. لانه انا في عندي تو ستيتمنت، لما يكون في عندي تو ستيتمنت لازم احط براكت. تمام. طيب هسه كيف نعمل احنا insert لنيو جريد داخل الاري ليست اللي عندي؟ حكينا بدي احكي له list of index length تمام equal النيو جريد اللي انا بعثت له اياها، وحكينا شو بدنا نعمل باللينث، بدي احكي له اللينث بلس بلس، انه انا زدت اللينث واحد، انه انا صارت في عندي زياده لنيو جريد. نرجع مره ثانيه، انا فانكشن insert بعثت له العلامه اللي هي الجي، العلامه اللي انا بدي اعمل لها insert. اول شيء عملت check if is not full، إذا كانت الليست اللي عندي not full بدي أعمل insert للنيو جريد، بحكي list of length equal لجريد ولينث بلس بلس، else بدي أطبع له هاي الستيتمنت. تمام؟ في حدا عنده مشاكل بالنسبة للinsert function؟ في حدا عنده سؤال بالنسبة للinsert function؟ لا ما في مشاكل. طيب ممتاز، ننتقل على الفانكشن اللي ورا. الفانكشن اللي ورا اسمه print all، من اسمه print all شو وظيفته؟ avoid function to print all grades، بدي اعمل print لكل اللي grades اللي عندي. طيب خلينا نكتبه، هو عبارة عن void function اسمه print all، شو وظيفته هذا الفانكشن؟ يعمل print للي grade اللي عندي. طيب تاخذوا دقيقتين تحاولوا تحلوا لحالكم. بس اعطينا دقيقتين نحاول نحلها. سهل، هو عبارة عن فور ستيتمنت وبدك تمشي على اللي جريدز وتطبعهم. يلا معكم دقيقتين حاولوا حلون. هو بس فور لوب صح؟ بس قبل ما نعمل فور لوب لازم اعمل شيك على الليست انه هي امتي، اذا كانت الليست عندي فاضيه في اشي بدي اطبعه؟ لا، فلازم اول اشي اعمل شيك على الليست انه هي مش فاضيه، انه فيها جريدز، وبعدين بعمل سي اوت للجريدز اللي عندي. فأول إشي حكينا بدنا نعمل if statement، هاي if statement ليش؟ عشان أعمل check على الليست إنه هي not empty، فبحكي له if not
نعمل كل الفانكشن is empty. هي not is empty إنه في عندي element أنا داخل الفانكشن داخل الarray list اللي عندي، ساعتها بدي أعمل cout للي grade، فبدي أمشي for loop. هاي الفور لوب من عند integer i equal 0 i أقل من length و i plus plus بجملة cout. أحكي له cout list of i وأعمل braces بين spaces بين كل علامة والتانية، وآخر إشي بحكي له cout end line. أول إشي عملت check على الليست إنه هي not empty، فعملت call للفانكشن is empty، حكيت له if not is empty اعمل see out للgrids، فمشيت for loop من i equal 0 لعند length، كل مرة حكيت له see out list of i وعملت spaces، آخر إشي see out end line. في عبارة معينة لازم نطبعها إذا كانت empty؟ لا ما ذكرنا إشي هذا بالسؤال. لو كان مكتوب إشي بالسؤال بنعملها، بنحكي له else اعمل see out لهي الستيتمنت. تمام، خلينا نتقيد بالإشي المكتوب عندنا بالسؤال. دكتورة بس في عند السي اوت تاعت الاند لاين في تو سيمي كولون. اوكي، بالنسبة للفانكشن في حدا عنده مشاكل؟ اللي برنت اول واضح للكل كيف مشينا على الجريد داخل الاري ليست وعملنا سي اوت لكل جريد؟ واضح واضح. تمام، ننتقل على الفانكشن اللي ورا. طيب الفانكشن اللي ورا اسمه ريتريف جريد. تمام، هذا الفانكشن بيرجع لي انتجر ريتين داتا تايب، بيستقبل لي اندكس. شو وظيفه هذا الفانكشن؟ خلينا نقرا. بحكي لي retain grade at a specific index، أنا بدي أبعث له specific index ويرجع لي اللي grade الموجود بهذا الindex. If the list is empty or the index out of range رجع لي سالب واحد. يعني هذا الفانكشن بيرجع لي integer data type اللي هي اللي grade. تمام، اسمه retrieve grade. تمام، وبستقبل لي الاندكس اللي انا بدي ارجع الجريد الموجود بهذا الاندكس. طيب شو بحكي لنا بالفانكشن؟ بحكي لنا اول شيء اذا كانت الليست فاضيه بدي ارجع سالب واحد، واذا كان الاندكس اوت اوف رينج بدي ارجع كمان سالب واحد، ايلس بدي ارجع العلامه الموجوده بهذا الاندكس. طيب خلينا نرجع للاكزامبل اللي معنا. طيب list is empty، بنعمل call مباشرة للfunction is empty، بنعمل check على list إذا هي empty ولا لا، إذا empty بنرجع سالب واحد. طب كيف بدي أعمل check على الindex إذا كان out of range ولا لا؟ مثلا بالإجزامبل اللي معنا هون، أنا الindex المسموحة عندي من الindex صفر للindex ثلاث، فإذا كان الindex أقل من صفر وإذا كان الindex أكبر من length ناقص واحد بكون out of range. أنا هون الإندكس المسموح عندي بالإكزامبل اللي معنا اللي هو 0 و1 و2 و3، فإذا كان الإندكس اللي هو أقل من 0 وأكبر من الثلاث اللي هو اللينث ناقص 1 بحكي له إنه هي out of range، غير هيك بحكي له رجع لي اللي هو list of i. طيب حاولوا حلوها لحالكم، معكم دقيقتين. مس بقدر أحط إنه if اللينث equal equal zero or طب ليش عندنا احنا function جاهز اسمه is empty، ليش ما نستفيد منه ونعمل له call؟ طيب بعمل له هذا call للfunction، بعدين هسه بدي اعمل check على اذا out of range. طيب اول شيء اول check انه هي is empty، اذا كانت is empty رجع سالب واحد. ثاني في statement بدنا نعمل check على index، إذا كانت أقل من صفر حكينا أو أكبر من اللينث ناقص واحد بتكون كمان out of range، بدي أحكي له ريتين سالب واحد، إلس بتكون الإندكس صح، بدي أرجع الجريد الموجود بهذا الإندكس فبحكي له ريتين list of all. طيب أنا بقدر إنه أحط إنه if not empty حلو و and و or الإندكس أقل من اللينث أو أكبر من length ناقص واحد.
تمام. هسه شو انت تكتب جوا الاف ستيتمنت هي حريه لك، في اكثر من طريقه ممكن انت تعكس، ممكن انت تبلش نفس الشيء نفس الشيء، ممكن يعني ممكن انك انت تقسمها ب 3 اف ستيتمنت، او ممكن انك تكتب اف ستيتمنت واحده اف الس. تمام تمام شكرا. تمام يعني هاي حريه الكتابه لك. بس طيب اذا كان امتي او الاكس او الاندكس اكبر من اللينث ناقص واحد بدنا نرجع سالب واحد. طب اذا كان الس اللي هو الكود اللي بدنا نكتبه شو؟ كان اذا الس بدي ارجع الجريد الموجوده بهذا الاندكس كيف نرجع؟ مثلا نرجع على الاكزامبل اللي معنا، لو حكى لي لو بعت لي بده بالاندكس واحد تمام، اول شيء اعمل تشيك على الانتي لا اوت اوف رينج لا. طيب كيف بدي ارجع الجريد الموجوده بالاندكس واحد؟ شو بحكي له؟ ريتيرن ليست اوف الاي. ايوه ممتاز، ريتيرن ليست اوف الاي. طيب خلينا نبلش نكتبه مع بعض. اول شيء حكينا بدنا نعمل تشيك على الليست انه هي امتي ولا لا، فبحكي له اف اذا كانت از امتي، عملنا كل الفانكشن is empty، أحكي له مباشرة retain سالب واحد. else بدي أعمل check على الindex إذا هو out of range ولا لا، فبحكي له if إذا كانت ال i أقل من صفر أو ال i عندي أكبر من حكينا ال length ناقص واحد بتكون كمان out of range، بحكي المباشرة الريتين سالب واحد. else آخر حالة بكون الاندكس صح، فبحكي المباشرة بجملة الريتين statement retain list of i. تمام؟ نرجع مرة تانية، هذا الفانكشن شو وظيفته؟ أنا بدي أبعت له index ويرجع لي الجريد الموجودة بهذا الاندكس. أول إشي عملنا شيك على الليست، إذا كانت empty فاضية حكيت له رجع سالب واحد. else إذا كانت الاندكس أقل من صفر أو الاندكس أكبر من اللينث ناقص واحد بكون out of range، فبحكي له إيش؟ retain سالب واحد. else retain list of i. مفهوم الفانكشن للجميع؟ في حدا عنده أي سؤال؟ بس بدي أسأل ليش ما سويناهم الـ if statement تبعت الـ is empty وأصغر من صفر وأصغر من length ناقص واحد أكبر من length ناقص واحد، ليش ما سويناهم if واحدة؟ تزبط عادي ما في مشكلة. برجع بحكي كل واحد كل واحد عنده طريقة تفكير شكل، كل واحد طريقة برمجته شكل، كله صح. تمام؟ لا دكتورة ما بزبط ثلاثة بـ statement واحدة. هو قصده بحكينا ليش ما عملنا if is empty إذا كانت فاضية أو إذا كان الindex out of range برجع سالب واحد، else retain list of i هيك. لا مو اول شيء بده يشيك على الاند شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد على الاز ام بي تي تمام، بعدين يشوف الاندكس. طب هو اصلا اذا كانت از ام تي فولس فما رح يرجع لي مباشره سالب واحد، بدي احط بيناتهم اور ستيتمنت اور اوبريشن. مش عارف بس اظن انه الثلاث مع بعض ما بزبط لانه ممكن يتحقق مش الثلاثه مع بعض، مش الثلاثة مع بعض. أنا إذا كان بيناتهم الثلاثة أور، إذا كان بيناتهم الثلاثة أور وأول واحدة كانت ترو، يا إيش اسمك اللي بتسأل؟ أحمد. أحمد أحمد إذا كانت الأولى ترو واللي هي ضروري تكون إز إمتي بالأول، إذا حاب تجمعهم بإف واحدة بصير، بس ضروري تكون إز إمتي بالأول مش بتسأل عن الآي تمام؟ أو عفوا هون بصير بهاي الحالة، بس إز إمتي في البداية الأصل إنك تسأل بالإز إمتي بعدين أور. إذا كانت إز إمتي ترو حيدخل على ناقص واحد، إذا لا حيكمل، وهذا اللي بدك إياه أنت. مظبوط. شكرا شكرا دكتور. بس عفوا أسف على المقاطعة، بس إذا بدهم يحطوهم بإف ستيتمنت واحدة المفروض الـ I أقل من صفر أور الـ I أكبر من اللينث ماينس 1 هاي تكون كلها ببراكت لحالها، يعني أنه شرطين لازم يكونوا سوا. يعني هون مثلا هون نحكي له أور نفتح أقواس ونحط تمام. هذا الشرط اللي موجود معنا هون. يس بس أهم إشي إنه يفحص إز إمتي بالأول. يس أوكي. هلا غلبتنا غلبت حالك. حطينا أول إشي. يعني صح طريقة صح، بس بحكي لك يعني أنت يعني كل واحد طريقة تفكيره غير أو طريقة كتابته غير، فكل الطرق صحيحة.
بس انا بعمل ودي ريكوست على الباك تو كود. حدا ود استخدم على ريز يور هاند اكتب لنا رقم واحد اذا حدا استخدم الخاصيه لغايه الان بامكانك اي رور يطلع. انا حاليا شايفه لحد الان ما في. ليش؟ طيب بنوفر لكم شيء وتعبنا على البرمجه، صار لنا اسبوع من برمج بالخاصيه مشان نريحكم. اذا عندك اخطاء دكتور مش فاهمين. دكتور مش فاهمين احنا ايش الريز يور هاند. اه والله كيف ما نزلنا لكم فيديو امبارح على الجروب. ضيع خمس دقائق، خذ معلش من خمس دقائق من وقتك واحضر الفيديو. اذا صار عندك مشكله اثناء الحل على الباتو كود وانت تحل هذا السؤال مع المس، طلع عندك كومبايليشن ايرور، طلع عندك شغله مش فاهمها بسطر معين، تنزل على ريز يور هاند بتكبس عليها بيطلع لك بوكس هيك صغير، يا بتبعث الحل تبعك مباشره للمس مشان تشوف لك اياه، بس يفضل تبعثه مع ريكورد اوديو. في خاصيه ريكورد اوديو، ريكورد اوديو بتسجل مسج بتحكي لها يا مس انا عندي في السطر رقم 15 مش فاهمه، او بالسطر رقم 20 في عندي خطا كومبايليشن ايرور مش عارف اطلعه. اوكي، وبتودي هاي المسج، المس بترد عليك، سواء اذا هلا بتوديه اثناء اللايف حترد عليك مباشره، إذا وديته بعدين ممكن توديه طبعا أي وقت حيردوا عليك. في مسات كتير حيدخلوا ويعالجوا الكيسز ويساعدوك. وضحت؟ يعني دكتور كل شيء حاليا واضح، ما توقع أنه في حد ممكن يطلع معه مشكلة مع الكود هذا لأنه بسيط يعني. لازم عندنا مشكلة، بس مرات أثناء الطباعة أثناء النقل ممكن تنقل إشي وتخربط بشغلك، حرف كبير حرف صغير whatever، تنسى سيمي كولن. فممتاز إذا ماشيين صح، ممتاز excellent، هذا اللي بدنا إياه. يعطيك العافية. تكرا. الله يعافيك دكتور. بالنسبة للريتريف جريد، في حدا عنده أي مشاكل؟ في حدا عنده سؤال؟ ارفع إيدك اللي عنده سؤال. طيب خلينا نكمل. الكل سامعني؟ آه سامعين سامعين بس. آه طيب اوكي، الفانكشن اللي ورا اسمه ماكس جريد، تمام؟ A function to retain the maximum grade if list is empty return سالب واحد. ماكس جريد بدي ارجع الماكسيمم جريد الموجود بالاري ليست، تمام؟ بس اول شيء بحكي لنا نعمل شيك على الليست، اذا كانت الليست empty، اذا كانت الليست فاضيه بدي ارجع له سالب واحد، غير هيك بدي ارجع الماكسيمم جريد. فالماكس جريد اول شيء بيرجع لي انتجر فاليو، تمام؟ اسمه max grade. ضيفة هذا الفانكشن حكينا أول إشي بدي يعمل شيك على الليست، إذا كانت empty بدي يرجع سالب واحد، else بدي يطلع الماكسيمم grade ويرجعها. طيب خدوا دقيقتين حاولوا حلوا لحالكم، سهل الفانكشن ما في إشي، حاولوا حلوا لحالكم. يلا معكم دقيقتين. بتحلوا معي ولا صفنين؟ قاعدين بنحل بنحل نكتب الكود. طيب ممتاز. طيب خلينا نبلش نحل سوا. أول إشي حكينا بدنا نعمل شيك على الليست إذا كانت empty ولا لا. فأول if statement بدي أحكي له if، إذا كانت is empty ما ننسى الأقواس تبعون الفانكشن، إذا كانت is empty بدي أحكي مباشرة الريتين سالب واحد، تمام؟ else بدي أطلع الماكسيمم grade. طيب كيف نطلع الماكسيمم grade؟ بدي أول إشي
أعرف variable مثلا أم أحط فيه الفاليو اللي جريد الموجود بالإندكس 0 فليست أوف 0 ليست أوف 0 تمام؟ بعدين بدي أمشي على الجريد اللي عندي تمام؟ بدي أمشي على الجريد وأعمل شيك على كل جريد إذا هي كانت أكبر من الأم بدي أخلي الأم هاي الجريد فبدنا نمشي فور لوب من integer i equal ما في داعي نرجع الاندكس 0 لأن الفاليو الموجودة بالاندكس 0 صارت موجودة داخل الأم فبرح أبلش من واحد تمام؟ أحكي له i أقل من اللينث و i بلس بلس بدنا نعمل شيك على كل جريد أحكي له if إذا كانت list وفي الاي أكبر من الأم خلي لي الأم equal list وفي الاي تمام؟ صارت الماكسيمم فاليو موجودة داخل الأم مباشرة آخر إشي شو بحكي له؟ بحكي له ريتين للأم نرجع مرة تانية ماكس جريد أول شيء عملت شيك على الليست إف إز إمتي إذا كانت فاضية ريتين سالب واحد إلس بدي أطلع الماكسيمم جريد عرفت فاريبل أم حطيت فيه الجريد الموجود بالإندكس 0 مشيت فور لوب من i equal 1 لعند ال i أقل من اللينث كل مرة بعمل شيك على الجريد إف الليست أوف ال i كانت أكبر من الأم أم equal list أوف ال i وبالنهاية بعمل ريتين للأم هذا حلو مثلي؟ مس بس بدي أسأل شيء مثلي تفضل ألو تفضل سامعه اذا حطيت جمله تعريف انتجر ام يساوي ليست زيرو فوق اول شيء تحت الماكس جريد عادي بالسكوب يعني بتعرف بس يعني اول شيء عملنا احنا شيك على الليست اذا كانت فاضيه في داعي تحجز الفاريبل ام وتحط فيه الفاليو تبعت الليست وفي الزيرو لا لا, لا. فأنا أول شيء عملت شيك على الليست إذا كانت فاضية رجع سالب واحد إذا كانت مش فاضية وفيها جريدز بعمل بحجز مكان للأم بالذاكرة وبحط فيه الفاليو الموجودة بالإندكس زيرو وبروح بمشي على كل الجريدز وبعمل شيك على كل واحدة يعني okay. هو ما رح يعطيك إيرور لو أنت عملت هاي العملية تمام هو ما في داعي بس إنه أحجز وصلت شكرا العفو في حدا عنده أي سؤال على الماكس جريد في حدا عنده أي سؤال بالنسبة للفونكشن ماكس جريد؟ أمورنا تمام لحد هون؟ لحد هون تمام طيب ممتاز الفونكشن اللي وراء إحنا عنا اسمه average تمام؟ هذا الفونكشن average a function find and retain the average of a student grade وظيفة هذا الفونكشن يرجع للأفرج للستيودنت جريد if the list is empty retain سالب واحد يعني وظيفة هذا الفونكشن يرجع للأفرج للجريد تبعون الستيودنت أول شيء بس بدي أعمل شيك على الليست إذا كانت empty بدي أحكي retain سالب واحد else بدي أرجع الأفرج فخلينا نكتب بس الهيدر تبع الفونكشن بيرجع لي دبل لأن الأفرج بكون دبل اسمه أفرج تمام حاولوا حلو لحالكم معكم دقيقتين أخذنا كثير فونكشن بحسب لنا الأفرج فما أتوقعش صعب بالنسبة لكم حاولوا حلو لحالكم بس أول إشي ما ننسى نعمل شيك على الليست إذا كانت فاضية يرجع لي سالب واحد بس تفضل هسا أنا بعمل انتجر A مثلا بعمل 4 بعمل A plus equal list of I تمام ممتاز هسا أنا أسأل لما بدي أرجع بدي أرجع الـ A تقسيم الـ length ممتاز على الـ length طيب بس أنا مع الـ length integer أرجع integer ولا أنا بتعرف الـ variable اللي بدك تحط فيه summation للـ values عرف لي يا دبل تمام والـ length length عادي لازم يكون بس واحد من يعني لا الـ length لا الـ summation يكون دبل واحد منهم دبل بيرجع لي الـ value دبل خلاص تمام تمام طيب لازم اعمل initialization لما اعرف ال دبل اكيد كيف مش نحجز مكان للسميشن طيب خلينا اول شيء نمشي مع بعض if statement اول if statement حكينا بدنا نعمل شيك على الليست اذا هي فاضيه ولا لا فبدي اعمل كل للفانكشن is empty if
إز إمتي بدي أحكي المباشرة الريتين سالب واحد. إلس بدي أطلع الأفرج للجريد. أول شيء بدنا نعرف فاريبل من نوع دبل اسمه sum equal zero. تمام؟ طيب بدي أمشي for loop على كل الجريدز اللي عندي وأعمل summation إلهم. ففور loop من عند i equal zero, i أقل من length و i plus plus. تمام؟ شو بحكي له؟ sum plus equal list of i. هيك صار أنا عندي في summation هو مجموع العلامات. آخر إشي بحكي بجملة return statement return sum على length. هسا أنا عندي length عبارة عن integer variable، فعرفنا sum double عشان يرجع لي الفاليو ككل double، إنه هو بيرجع لي كدبل فاليو الريتين داتا تايب للفانكشن. تمام؟ نرجع عن مش لازم نضربها بواحد فاصلة، لازم أضربها بشو؟ مش لازم أضرب السم بواحد فاصلة صفر ولا لا؟ ليش؟ لا عشان يعني يصير ما في داعي. خلص أنا عرفت الفاريبل دبل فهو بحفظ للفاليوز كدبل، يعني إذا كان مجموع العلامات 40 بحجزهم 40.0. أوكي تمام تمام شكرا. طيب خلينا نرجع نشوف شو احنا عملنا بالفانكشن. اول اشي عملت تشيك على الليست، اذا كانت امتي فاضيه حكيت له ريتين سالب واحد. else بدي ارجع الافريج، فعرفت فاريبل sum equal zero. مشيت فور لوب على الجريدز اللي عندي من i equal zero لعند length، كل مره حكيت له sum plus equal list of i، صار عندي بالsum اللي هو summation للجريدز. اخر اشي حكيت له ريتين sum على length، length اللي هو number of grades داخل هاي الليست. تمام؟ في حدا عنده مشاكل بالنسبة للأفرج فانكشن؟ في حدا عنده لا ما في مشاكل؟ مفهوم للكل؟ طيب نروح على الفانكشن اللي ورا. الفانكشن اللي ورا اسمه هايست أفرج. تمام؟ بيستقبل لي object of type student by reference، ريتين الستودنت وبرجع لي اوبجكت اوف تايب ستودنت. يعني الفانكشن برجع اوبجكت اوف تايب ستودنت، ماشي، اسمه هايست افريج، بستقبل لي اوبجكت اوف تايب ستودنت باي ريفرنس، مثلا بدي اسميه اس، ماشي. نشوف شو وظيفة هذا الفانكشن. بيحكي لنا هذا الفانكشن ريتين ا ستودنت، بيرجع لي الستودنت وذ هاير افريج، اللي عنده افريج اعلى ذان ذا اذر. الكومبارزن ويل بي دان بتوين الكولر اوبجكت والباراميتر اوبجكت، يعني بده يرجع لي الاوبجكت اللي عنده هاير افريج. الكومبارزن رح تكون بين الكولر اوبجكت والباراميتر اوبجكت. يعني انا بالمين مثلا حكيت له اوبجكت 1 دوت، عملت كول للفانكشن اللي هو هايست افريج وبعدت له الاوبجكت 2 فور اكزامبل، نحط هذا الكومنت، ماشي. هسه الاوبجكت 1 اللي هو عباره عن الكولر اوبجكت، انا عملت كول للفانكشن هايست افريج عن طريق الاوبجكت 1، فالاوبجكت 1 هو كولر اوبجكت، وبعدت له الاوبجكت 2 باراميتر اوبجكت. فهسه الكومباريزن رح تكون بتوين الكولر اوبجكت والباراميتر اوبجكت، بدي اعمل مقارنه بتوين الافريج للاوبجكت 1 والافريج للاوبجكت 2 وارجع الاوبجكت اللي عنده افريج اعلى. تمام؟ وصل المفهوم المطلوب منه بهذا الفانكشن؟ الفانكشن بده يرجع لي الافرج للستودنت، بده يرجع لي الستودنت اللي عنده افرج اعلى، اللي هو بتوين الكولر اوبجكت وبتوين الباراميتر اوبجكت. فانا حاليا بالكولر اوبجكت. كيف بدنا نعمل كول للفانكشن افرج تبع الكولر اوبجكت؟ مباشره بحكي له، بعمل كول مباشر للفانكشن افرج. أنا ما حكيت له عملت كول للفانكشن افريج اللي هو الافريج للاوبجكت 1 اللي هو الكولر اوبجكت انا حاليا فيه. حكيت له اذا كان الافريج تبع الكولر اوبجكت اكبر من الافريج تبع الباراميتر اوبجكت اللي هو انا بعثت له اياه واستقبل لي اياه بالاس اوبجكت اللي هو اس دوت افريج. تمام؟ اذا كان الافريج للكولر اوبجكت اكبر من الافريج تبع الباراميتر اوبجكت بدي اعمل ريتين للكولر اوبجكت. طيب حكينا كيف بدنا نعمل ريتين للكولر اوبجكت، هسه شرحتها من السنه. عشان نعمل ريتين للكولر اوبجكت عن طريق ستارت ذس، بحكي له ريتين ستارت ذس إلس، بدي اعمل ريتين لمين؟ للاس اللي هو الباراميتر اوبجكت.
نرجع مرة ثانية. Highest average وظيفته بدي يعمل لي comparison between the average للcolor object والparameter object. طيب أنا حاليا بالcolor object وبعدت الparameter object واستقبل لي إياه بالobject اللي اسمه us. طيب كيف بدي أحصل على الaverage للcolor object؟ فعملت call مباشرة للfunction average. إذا كان الأفرج تبع الكولر أوبجكت أكبر من الأفرج تبع الباراميتر أوبجكت اللي هو s.average بدي أرجع الكولر أوبجكت. كيف نرجع الكولر أوبجكت؟ عن طريق start this، فبحكي retain start this else retain الباراميتر أوبجكت اللي هو الأس. هذا تاني استخدام للthis folders. ما فهمت كيف سوينا return للكولر أوبجكت، ما فهمت كيف سوينا return. هسا إحنا this pointers أخذنا إله استخدامين، ماشي؟ أول استخدام لما يكون عندي أنا اسم الباراميتر، الباراميتر variable نفس اسم الممبر داتا الموجود داخل الكلاس اللي هو مثل الكونستركتر، ماشي؟ ثاني استخدام للديس بوينترز لما بدي أرجع الكولر أوبجكت. لما بدنا نرجع الكولر أوبجكت برجع عن طريق start this. تمام تمام وضحت تمام. وصلت؟ وصلت تمام شكرا. فأنا أول إشي قارنت بين الأفرج للكولر أوبجكت وهون الأفرج تبع الباراميتر أوبجكت. إذا كان الأفرج للكولر أكبر فبدأ أرجع الكولر أوبجكت، إلس بدأ أرجع الباراميتر أوبجكت. تمام؟ في حدا عنده أي سؤال بالنسبة للهايست أفرج؟ كيف إحنا استخدمنا الديس بوينترز؟ في حدا عنده أي سؤال؟ لا كل شيء واضح لهم، كل شيء واضح. طيب ممتاز إن شاء الله. هيك منكون إحنا خلصنا كل البابليك فونكشن داخل الكلاس. طيب نروح على آخر مطلوب عنا، نعمل implement a non-member function. هذا non-member function اسمه has more bus، بدنا نكتبه برا الكلاس. طيب هذا الفونكشن بيرجع لي object of type student وبستقبل لي two object of type student by reference. طيب وين نكتبه؟ نكتبه برا الكلاس. نشوف وين نهاية الكلاس. طيب اوكي احنا هون عندنا نهايه الكلاس. برا الكلاس بدنا نكتب النون ممبر فانكشن، بيرجع لي اوبجكت اوف تايب ستودنت اسمه هاز مور باث، وبستقبل لي تو اوبجكت اوف تايب ستودنت باي ريفرنس. ستودنت مثلا باي ريفرنس اسمه اس 1 والاوبجكت الثاني ستودنت باي ريفرنس اسمه اس 2. تمام. طيب شو وظيفه هذا الفانكشن؟ هذا الفونكشن بده يرجع لي الستودنت هو هاز مور باس جريد، بده يرجع لي الستودنت اللي عنده مور باس جريد. تمام. اول الملاحظه الاولى اللي معطينا اياها بالفونكشن بيحكي لنا الافرج فونكشن نوت يوزفل فور ذس فونكشن، يعني انه احنا نستخدم الافرج فونكشن عشان اطلع الستودنت اللي عنده مور باس جريد ما راح يفيدني داخل هذا الفونكشن. تمام. احنا بدنا نوجد طريقه اخرى عشان نطلع كم عدد الباس جريد لكل ستودنت. طيب هسا انا شو بدي اعمل؟ بدي اروح على الاوبجكت الاول اللي هو الاس 1، بدي اروح اعد انا كم علامه باس جريد داخل الستودنت اس 1 اللي عند الاس 1، وبدي اروح على الاس 2 اعد كم علامه باس جريد للاس 2. تمام. واعمل مقارنه بيناتهم، يعني انا راح يكون في عندي تو كاونترز، اول كاونتر للاوبجكت اس 1 وثاني كاونتر للاوبجكت اس 2. ماشي. امشي على الجريدز تبعون الاوبجكت اس 1 واعمل شيك على كل جريد، اذا كانت اكبر او يساوي 50 اللي هي علامه النجاح بدي اعمل كاونتر بلس بلس، ونفس الحكي بدي اعمل للستودنت الثاني. ماشي. يعني احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل اول شيء تو كاونترز، اول كاونترز مثلا سي 1 ايكوال 0 هذا للاوبجكت اللي هو الاول اس 1، وفي عندي سي 2 ايكوال 0 هذا للاوبجكت الثاني اللي هو الاس 2. ماشي. هسا انا كيف بدي امشي على الجريدز تبعون الاوبجكت اس 1؟ احنا شو كنا نتعلم؟ نمشي فور لوب. ماشي. اي ايكوال 0 احكي له اي اقل من اللينث
واي بلس بلس. هيك احنا كنا نمشي على شو فور لوب عشان امشي على الاري. طيب بس انا هذا الفانكشن نون ممبر فانكشن، النون ممبر فانكشن ما له اكسس على البرايفت ممبرز، اللينث هو عباره عن برايفت، فشو رح يعطيني بهيك حاله؟ رح يعطيني سنتكس ايرور، بحكي لي اللينث انت ما لك اكسس له لانك انت نون ممبر داخل الكلاس. طيب كيف ممكن احصل على اللينث تبع الاوبجكت اس 1؟ في عندي فانكشن من الببليك بيساعدني انه اخذ انا اللينث تبع الاوبجكت اس 1؟ جيت لينث. الجيت لينث ممتاز. فانا جيت لينث كيف بدي اعمل له كول؟ انا برا الكلاس، فبدنا نعمل له كول عن طريق اسم الاوبجكت، فبحكي له اس 1 دوت جيت لينث. جيت لينث ممتاز. وما ننسى البريسز تبعون الفانكشن اس 1 دوت جيت لينث، هيك بروح بحصل على اللينث تبع الاوبجكت اس 1. طيب بدي اروح انا على كل جريد داخل الاري تبعت الاوبجكت اس 1 واعمل تشيك عليها اذا هي اكبر او يساوي 50. فبدنا نمشي اف ستيتمنت. احنا كيف كنا نمشي على الليست للاري؟ احكي له ليست اوف الاي، اذا احكي له اكبر او يساوي، اذا كان اكبر او يساوي 50 بدي احكي له ايش؟ اللي هي كاونتر بلس بلس. طيب نفس العمليه ليست اوف الاي، الليست عباره عن شو؟ عن برايفت ممبر، راح يعطينا كمان عليها سنتكس ايرور انه انت ما لك صلاحيه انك تعمل اكسس على برايفت ممبر لانه انت نون ممبر داخل الكلاس. طب في عندي من الفانكشن الموجودين عندي بالببليك انه ممكن انه انا ابعث له الاندكس اي ويرجع لي العلامه الموجوده بالاندكس اي؟ في فانكشن كتبناه اللي هو ريتريف جريد. ممتاز. ريتريف جريد شو كانت وظيفته؟ كنت ابعث له الاندكس اللي انا بدي اخذ العلامه الموجوده بهذا الاندكس ويرجع لي العلامه الموجوده فيه. نفس العمليه بدي اعمل له كول عن طريق اسم الاوبجكت، احكي له s1.retrieveGrade وابعث له الاندكس اي، احكي له رجع لي العلامه الموجوده بالاندكس اي. بعد ما يرجع لي اياها بعمل شيك عليها اذا كانت اكبر او يساوي 50 اعمل كاونتر بلس بلس. تمام. نرجع مرة تانية for loop من i equal 0 لعند ال i أقل من ال s1 dot get length عشان أحصل على length تبع ال object s1 i++. كيف بدنا نحصل على كل علامة؟ عملنا كل ال function retrieve grade عن طريق ال object s1 s1 dot retrieve grade وبعت له ال index i. إذا كانت العلامة الموجودة بال index i أكبر أو يساوي 50 اعمل counter++. تمام. نفس العملية هاي نعملها للأوبجكت الثاني اللي هو الأس 2، بس هون بدل أس 1 بدي أحكي له أس 2 دوت جيت لينث، وبدي أعمل ريتريف للجريد للأوبجكت أس 2 وأعمل للكاونتر الثاني اللي هو سي 2 بلس بلس. تمام. صار داخل الفاريبل سي 1 اللي هو نمبر أوف باس جريد للأوبجكت للستودنت أس 1، وبالسي 2 نمبر أوف جريد الباس جريد للستودنت أس 2. تمام. هسا بدنا نعمل اف ستيتمنت اقارن بين الكاونتر الاول والكاونتر الثاني. اذا كان الكاونتر الاول تبع الستودنت اس 1 اكبر من الكاونتر الثاني تبع الستودنت اس 2 بكون الاس 1 عنده مور باس جريد، فبحكي له مباشره ريتين للاوبجكت اس 1 لانه الفانكشن بيرجع لي اوبجكت اوف تايب ستودنت، ايلس له ريتين للاس 2. تمام. خلينا نرجع بشكل سريع. function more basic grade بده يرجع للستودنت اللي عنده more basic grade. اعمل التو كاونتر، اول كاونتر عشان يعدي للستودنت اس 1 وثاني كاونتر للستودنت اس 2. مشيت على العلامات تبعون الستودنت اس 1 من i equal 0 لعند الاس 1 dot get length i plus plus. رحت حصلت على علامه العلامة الموجودة بكل إندكس اللي هي الآي عن طريق الفانكشن ريتريف جريد للآي. كل علامة بعمل شيك عليها إذا كانت أكبر أو يساوي 50 عملت كاونتر بلس بلس. نفس العملية عملت للستودنت الثاني، بعدين عملت مقارنة بين السي 1 الكاونتر الأول والكاونتر الثاني. إذا الكاونتر الأول أكبر بكون الستودنت الأول عنده مور باس جريد، فعملت ريتين للستودنت الأول، إلس عملت ريتين للستودنت الثاني. تمام. في حدا عنده أسئلة بالنسبة للنون ممبر فانكشن؟ كل شيء واضح. بس سؤال، لو كانوا متساويين شو راح يصير؟ يعني مش عاملين لي هذا الكيس، يعني مش كاتبين لي بالسؤال إذا كانوا متساويين يرجع لي الأوبجكت الأول أو الأوبجكت الثاني. يعني إذا كانوا متساويين ما راح يفرق معنا يرجع الأوبجكت الأول أو الأوبجكت الثاني، بكون الاثنين لهم نفس
نفس number of pass grade مظبوط؟ آه تمام. يعني ما راح يعني إذا كانوا الاثنين متساويين خلاص يرجع، إذا رجع للأسوان أو رجع للأستو خلاص مهم الاثنين عندهم نفس number of pass grade. تمام هذا الفونكشن اسمه اللي عنده مور باس جريد، عشان هيك احنا عملنا الشيك على الاكبر. تمام في حدا عنده مشاكل بالنسبه للمور باس جريد؟ لا واضحه. تمام هيك احنا بنكون خلصنا كل الفونكشن عندي اللي عندي اياها. نروح على المين فونكشن، بس قبل ما نروح على المين فونكشن نشوف نقرأ الانبوت فورمات. بيحكي لي بالانبوت فورمات بدي أعمل أنا سي إن لتن انتجر فاليوز ريبريزنت الجريد فور تو ستودنت، يعني أنا عندي بالمين تو ستودنت أس 1 وأس 2، بدي أطلب من اليوزر يدخل لي 10 علامات للتو ستودنت، كل واحد له 5 جريد. تمام خلينا نشوف بس السامبل انبوت اللي معنا، يعني هي اليوزر دخل لي 10 علامات ماشي. The grade of first student are أخذ لي أول 5 علامات لأول student تمام، وأخذ لي الخمس علامات الآخر 5 علامات للstudent الثاني اللي هو second student ماشي. خلينا نبلش بالمين. طيب أول إشي بالمين بحكي لي في عندي two student، فstudent اللي هو S1 تمام، بدي أطلب من اليوزر يدخل لي 10 قيم، فبدي أعمل array of type integer السايز تبعها 10، أمشي for loop أطلب من اليوزر يدخل لي قيم هاي الأري i أقل من 10 و i plus plus، أعمل cn a of i تمام. هيك إحنا عملنا cn للعشر قيم. طيب هسا بدي اخذ اول 5 قيم اعمل لها انسير داخل الستودنت الاول الفيرست ستودنت، واخر 5 جريدز اعمل لها انسير داخل الستودنت اللي هو اس 2، فبدي امشي فور لوب انتجر اي ايكوال 0 اي اقل من 5 اي بلس بلس. أنا بنفس الفور لوب بدي أعمل insert للتو أوبجكت بنفس الفور لوب، فبدي أحكي له أس 1 دوت insert وأبعث له A of I وأحكي له مباشرة أس 2 دوت insert وأبعث له الإندكس A of I plus 5. تمام؟ هسا أنا عندي الأري اللي هو 10 قيم. أول شيء الإندكس صفر، فعملت إنسيرت للقيمة اللي هي من الموجودة بالإندكس صفر داخل الأس 1، وبنفس الفور لوب عملت إنسيرت للقيمة الموجودة بالإندكس 5 اللي هي 0 زائد 5 داخل أوبجكت أس 2. الآي 1 الفال الجريدز الموجودة بالإندكس 1 داخل الأس 1 والفال الموجودة بالإندكس 6 داخل الأس 2. تمام؟ ممكن تعملوها بتو فور لوب منفصلات. طيب هيك انا صرت عملت طب دكتوره بس تفضل. ليش اقل من 5؟ لانه انا مشيت بس لاول 5 قيم ماشي، اول 5 قيم حطيتهم داخل الاوبجكت اللي هو اس 1، وبنفس الفور لوب عملت الاي بلس 5 هون عشان اعمل انسيرت داخل الاوبجكت اللي هو الاس 2. تمام يعني لما يكون الاندكس صفر انا بعمل انسيرت للجريدز الموجوده بالاندكس صفر داخل الاوبجكت اس 1، وعملت انسيرت للجريدز الموجوده بالاندكس 5 داخل اس 2. لما تكون الجريدز مثلا 4 اللي هي اخر اندكس مسموح داخل فور لوب، بعمل انسيرت للجريدز الموجوده داخل الاندكس 4 داخل الاوبجكت اس 1 والجريدز الموجوده بالاندكس 9 داخل الاس 2. ممكن تعملوها بتو فور لوب مفصل يعني عادي. يعني اذا عملتها بتو فور لوبس عادي، واذا عملت يعني تو اريز تو اريز عادي. تو فور لوب اول فور لوب اللي هي من اي ايكوال صفر عند الاي اقل من 5 بتحطه اول ستيتمنت هاي، والفور لوب الثاني بتبلشوا من الاندكس من اي ايكوال 5 اللي عند الاي اقل من 10 وتحطوا هاي الستيتمنت، بس مش اي بلس 5 اللي هي اي اوف الاي.
وصلت؟ لا أنا قصدي إنه إذا عملت بدل ما أعمل الانتجر A من 10 أعملها انتجر A من 5 فيها 5 أماكن يعني، وبعدين أسوي انتجر B يكون فيه كمان 5 ثانية يعني. آه يعني تعمل insert للvalues بتو array. آه عادي بزبط. تمام ما في مشاكل. طيب خلينا نشوف الاوتبوت فورمات. اول شيء بيحكي لنا اطبع الجريدز وفيرست ستودنت، فخلينا نعمل لها كوبي. احكي له سي اوت ذا جريدز اوف فيرست ستودنت اول، واعمل كول للفانكشن برنت اول للاوبجكت s1 دوت برنت all. تمام. طيب بعدين بدي اطبع الجريدز اوف سكند ستودنت، فبدي اعمل لهاي نفس الشيء كوبي. تمام. احكي له سي اوت ذا جريدز اوف سكند ستودنت all، اعمل كول للفانكشن برنت اول للاوبجكت s2، اكل s2 دوت برنت اول. تمام. طيب بعدين بحكي لنا the grades of student with higher average are، طبعت الستودنت اللي عنده higher average، يعني عملت كول للفانكشن اللي هو higher average. طيب نروح على الفانكشن اللي اسمه higher average، بس نشوف الفانكشن higher average هيو اسمه highest average. تمام سميناه. بدي ابعت له انا student. طيب وبدي يعمل لي comparison، حكينا between the color object and parameter object، ويرجع لي الobject اللي عنده average اعلى. تمام. طيب هذا الفانكشن بيرجع لي object of type student، فلازم بالمين شو استقبله؟ لازم استقبله بobject of type student. فبالمين لازم استقبل بobject of type student. تمام. فبدي انشئ new student object، احكي له student s3، اعمل call للfunction اللي هو highest average، احكي له s1.highest average، وابعت له الobject الثاني اللي هو s2. تمام. طيب ليش يعملنا الاوبجكت s3؟ لانه هذا الفانكشن بيرجع الاوبجكت اوف تايب ستودنت اللي هو الاوبجكت اللي عنده افريج اعلى، فبرجع الاوبجكت اوف تايب ستودنت لازم بالمين استقبل الاوبجكت اوف تايب ستودنت. فهسه هذا الفانكشن عمل لي كومبارزن بتوين الافريج للستودنت الاول s1 وبتوين الs1 وبتوين الs2. تمام. ورجع لي الستودنت اللي عنده افريج اعلى. النتيجه صارت متخزنه وين؟ داخل s3. تمام. هسه هون شو بدنا نعمل؟ اعمل سي اوت للستيتمنت الموجوده معنا هون. شو رايكم بهذا الفانكشن اللي رجع لي اوبجكت اوف تايب ستودنت؟ شو بروح بعمل كول لمين لما انا عملت هاي الحركه؟ شو رايكم؟ انا حكيت له s3 equal s1.highest average وبعدت له s2، وهذا الفانكشن رجع لي object of type student، صار s3 equal object of type student. بيعمل كول لمين بهي الحركه؟ شو رايكم؟ بيعمل كول للكوبي كونستراكتر. حكينا الكوبي كونستراكتر ثالث استخدام له لما يكون عندي فانكشن بيرجع لي object of type student. تمام. فهون عمل انا كول للكوبي كونستراكتر، فانا صار عندي بالاس 3 اللي هو الستودنت اللي عنده افريج اعلى، فكيف بدي اطبع علامات هذا الستودنت؟ فاحكي له مباشر اس 3 دوت برنت اول. تمام. حدا عنده سؤال لحد هون؟ في حدا عنده سؤال لحد هون؟ ما في سؤال، بس اعطيني شويه وقت نكتب الكود يعني. اه تمام. تمام مستسلم، معلش شوي. اه تفضلي. هلا في سميح بعث سؤال raise your hand. بس هلا انت بتبعت الطريقه خطا، بتعمل ريكورد للفيديو بعدين بتعمل ستوب بعدين بتعمل سند، بتعمل سند غير ما تعمل ستوب، فما بيظهر عندنا شو سؤالك. في اكثر من طالب هيك بيبعثوا، عشان هنا احنا ما بنرد عليكم. تمام دكتوره. تمام.
هلا مس براء، يمكن في بعض الطلاب تبعث الكود لحاله، عملوا له كومبايل يمكن عنده خطا، بس الاصل احنا يفضل انك تسجل يا اوديو يا اوديو فيديو تحكي لنا شو المشكله، مش احنا بدنا نفهم المشكله. هو ممكن الطالب يودي الكود لحاله، بس يفضل انك تودي على الاقل اوديو تشرح لنا شو المشكله. في حدا عنده سؤال لحد هون؟ معلش كان بين التسنيم، معلش اللي مش ملحق ممكن بعدين يعمل يرجع للفيديو ويكمل، وإذا طيب عنده أي سؤال يرسله، لأنه تجاوزنا الساعتين مشان الفيديو برضه والوقت المخصص. هسا ضل عنا بس آخر إشي، بدنا نطبع الجريدز of student with more pass grade، يعني بدنا نعمل الكول للفونكشن more pass grade. نرجع على الفونكشن more pass grade، عند الفانكشن مور باس جريد بيرجع لي اوبجكت اوف تايب ستودنت وبيستقبل لي تو اوبجكت اوف تايب ستودنت. ماشي، حكينا شو وظيفه هذا الفانكشن، يرجع لي الستودنت اللي عنده مور باس جريد. هذا الفانكشن بيرجع لي اوبجكت اوف تايب ستودنت، شو لازم بالمين؟ انا لازم بالمين استقبله باوبجكت اوف تايب ستودنت. نفس الحركه عملناها هسه، فلازم اعمل كرييت لنيو اوبجكت اوف تايب ستودنت، مثلا ستودنت S4، أحكي له equal. هذا الفانكشن non member function، ما بعمل له call عن طريق اسم object لأنه non member function، فعملت له call مباشرة وبعدت له S1 والS2. ماشي، بدي يروح يقارني بين الستودنت الS1 والS2، والستودنت اللي عنده more pass grade وين بروح بيخزن لي إياها؟ داخل الS4، بيرجع لي إياه وبتخزن داخل الS4. بدي أعمل see out للstatement بس الموجودة معنا هون، function بيرجع لي object of type student، لازم بالمين استقبله ب object of type student. تمام. هسا اخر اشي بدي اعمل call لل function print all اللي هو s4 dot print all، وهيك نكون احنا خلصنا. more pass grade has more pass grade، رجع لي الستودنت اللي عنده more pass grade، الستودنت اللي رجع صار تخزن داخل الاوبجكت S4. عملنا print لهي الستيتمنت، بعدين عملنا call للفانكشن print all. هيك نكون احنا خلصنا المطلوب منا بالمين. خلينا نجرب نعمل run. submit. ممتاز. إذا بتعملي لهم فور سكرين إديتور لمدة دقيقتين ثلاثة يتفرجوا على آخر إشي كتبتيه. تمام دكتور، إذا سمحت بس لو زوم إن شوي. دكتور هلا بفرقوا بالترتيب؟ كيف يعني؟ لو حطيت الـ student S4 تحت الـ see out statement بفرق ولا عادي؟ يعني قصدك هاي أحطها تحت الـ see out statement؟ لا ما بتفرق عادي، ما بتفرق. أنت أول شيء عملت see out statement، بعدين حجزت مكان للـ student S3 وعملت call للـ function. بس ما بيصير مثلا تعمل S3 dot print all بعدين تعمل student S3 طبعا. اكيد. اذا حدا عنده اي مشكلة بالكود تبعه يبعث لنا اياه واحنا بنشوف له المشكلة. تمام، يعطيك العافية. اذا مس براء بدك توقفي التسجيل. تمام، يعطيك العافية. شكرا مس تسنيم، مس براء. دكتور بس نعتذر دكتور بس بدنا مش